مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده وكل يوم الاهلي ثالث العالم. النادي الاهلي يحصد على يحصل على البرونزيه الرابعه. رابع برونزيه بياخدها النادي الاهلي، والحقيقه حاله من الفرح التام لدى جمهور النادي الاهلي. احنا شايفين يا جماعه حاله بصراحه واصله من السعوديه لحد هنا، كل الأهلوية على مواقع التواصل الاجتماعي وتهاني كثيرة جدا وناس كثيرة جدا بتهني النادي الأهلي. الغريبة بقى أنه الأهلوية مش مقتنعين بالمركز الثالث، يعني بيقولوا لا احنا كان ممكن في البطولة دي نعمل أكتر من كده. ده صح، البطولة دي كانت سهلة، يعني الماتش 4-2، لكن الماتش اللي قبليه يعني أفتكر أن احنا كان ممكن نعمل أداء أحسن وكان ممكن نصعد إلى النهائي، ولكن يعني اعتقد انه البرونزيه معقوله بالنسبه لمستويات الفرق اللي موجوده. لعبنا مباراه كويسه جدا خاصه في الشوط الثاني، الفريق ده سهل، مواش فريق صعب ولا حاجه، ومبروك للنادي الاهلي ومبروك لجمهوره، وعقبال باقي الانديه لما تشارك في كاس العالم للانديه. احنا عندنا النسخه اللي جايه فيها 32 نادي، يعني دي هتبقى في عام 25، دي آخر نسخة بهذا العدد، وبالمناسبة هتبقى في أمريكا، فطبعا التنظيم بتاع السعودية ده مش هتشوفوه تاني، هتشوفوا بقى أمريكا وكل حاجة صغيرة وكل حاجة على القد. لا، التنظيم السنة دي كان تنظيم رائع جدا. إمام عاشور، فاكرين أنتوا عاشور عاشور عاشور؟ إمام عاشور هو رجل المباراة، صفقة ما خيبتش مع النادي الأهلي، صفقة إمام عاشور في الجون، يعني الأهلي لعبها صح، وداهم شمال وراح جابهم اليمين. والنهارده اهو امام عاشور مان اوف ذا ماتش في المباراه، وحاجه يعني عظيمه، وشاب صغير وموهوب ولسه قدامه وقت، فيعني برافو على اللي جاب صفقه امام عاشور. 2.5 مليون دولار، دول اللي راجع بيهم النادي الاهلي. احنا ما بنرجعش بايدينا فاضيه، احنا بنرجع معانا ميداليه على مستوى العالم، و2 مليون دولار ونص في ايدينا كده واحنا راجعين، بنجيب عمله صعبه للبلد كمان، الاهلي بيساهم في ازمه حل في حل ازمه العمله الصعبه. فاتمنى ان كل الانديه ان شاء الله ربنا يوفقها وتعمل زي النادي الاهلي. يا جماعه انا عايز اقول لكم انه الاهلي قد يتعرض الى كبوات، لكنه يبقى النادي الاهلي اعظم نادي في الكون، النادي اللي علم الناس. ايوه عند جماهيره، يعني عند كل في قلوب جماهيره، بس عندي زملكاويه في الكنترول. فأنا بقول لحضراتكم النادي ده تحصل له كبوات، لكنه وقت الجد نادي كبير ونادي عظيم ونادي ليه جمهور. أنا بوجه له كل التحية، خاصة الجمهور اللي في السعودية، الناس بصراحة وقفت ورا النادي الأهلي وقفة عظيمة. أنت لازم تفخر بالتذكرة اللي أنت اشتريتها أنت وابنك وأنت رايح تشجع النادي الأهلي في الاستاد في السعودية. أنا عارف كويس جدا إنك تقتطع من وقتك وعندك شغل وإنك تروح وتقعد بالساعات في الاستاد، ده مجهود كبير جدا. احتفظ بهذه التذكرة، لأنه يعني ده دليل كبير جدا على إنه الأهلي ده داخل وجدان كل الناس. ده يا جماعة ده مش مجرد نادي، ده مش مجرد نادي. وبيني وبين حضراتكم المشهد اللي عمله الجمهور ده إدى رسائل للدنيا كلها، للدنيا كلها، مش بس في الكورة، في الدنيا كلها. جمهور الأهلي في السعودية علم الناس معنى التشجيع الوطني المخلص لجمهور بيحب فرقته، حاجة مشرفة وحاجة راقية ومحترمة جدا. وطبعا يعني كالعادة انتوا عارفين احنا عندنا في النادي الأهلي الدولاب اتملى كؤوس وبرونزيات، كمان اتملى خطابات ورسائل تهنئة. انتوا عارفين بقى الكبار لما يحبوا يهنوا بعض. مانشستر سيتي النهارده، مانشستر سيتي اللي هناك ده اللي هو بيلعب في الدوريات الكبيره قوي، اهو زي ما انت شايف فرقتين كبار بقى بيمسوا على بعض، تهانينا للنادي الاهلي بعد حصوله على برونزيه كاس العالم للانديه. مانشستر سيتي بيمسي على النادي الاهلي ويقول له تهانينا بالبرونزيه. ده النادي الاهلي، دي العظمه، ده الجمال. احنا مش بنلعب مع سيراميكا والجونه، مع احترامنا وتقديرنا لكل هذه الفرق طبعا، احنا بنلعب مع كاس العالم في كاس العالم للانديه. يعني العالم كله بيبص على هذه البطوله، الكون كله بيشوف هذه البطوله اللي قرروا تبقى 32 فرقه سنه 25 في امريكا. فجاءت كلمه النادي الاهلي
كلمة محترمة وراقية لجمهوره، والفريق هيرجع إن شاء الله معاه البرونزية. على رأي واحد صاحبي بيقول لي أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي بقى بيشوف الأهلي في النهائيات أكتر ما يشوف ولاده، يعني بقت علاقة عشرة كده بيننا وبين رئيس الاتحاد الدولي من كتر البطولات اللي النادي الأهلي بيحصل عليها. عايز أشكر اللعيبة، عايز أشكر الشناوي، عايز أشكر علي معلول رغم البينالتي اللي ضيعه، بس علي معلول سيكتب في تاريخ المحترفين في النادي الأهلي بصراحة. لعيب مخلص وقلبه على الكورة وقلبه على النادي وبيلعب بإخلاص شديد جدا، وجمهور النادي الأهلي الحقيقة عامل ملحمة على تويتر، عامل ملحمة حقيقية، ومدي لعلي معلول حقه برضه، لأنه طبعا أنتوا عارفين اللاعب اللي بيضيع بينالتي بيبقى محتاج نوع من أنواع الدعم، والنادي بتاعنا وجمهوره فاهم كويس جدا إزاي بيقف جنب اللعيبة. أهو بص شوف الأهلي، بص الأهلي الأهلي وبعدين علي معلول، وريني يا ابني، الأهلي وبعدين علي معلول، علي معلول المرة الرابعة، كأس العالم للأندية، كأس العالم، البرونزية الرابعة، تالت العالم، ياسر إبراهيم، يعني ماذا أقول بعد كل ما قيل؟ الحقيقة يعني أمر مشرف جدا، وكل الناس فرحانة، مبروك لجمهور النادي الأهلي، تستحق الكثير، شكرا لكل الناس اللي بتقف مع النادي الأهلي من قلبها. حتى اتحاد الكورة كمان هنى النادي الأهلي، شكرا لرعاة النادي الأهلي اللي يعني لم يتأخروا يوما. مرة بسأل يعني مسؤول كبير في النادي الأهلي بقول له يعني احنا ميزانية الرعاية المرة دي بقى ايه، ميزانية مليارية، قال لي ميزانية النادي الأهلي هي كل ما يملكه جمهور النادي الأهلي، ميزانية النادي الأهلي هي كل ما يملكه مال خاص جمهور النادي الأهلي، يعني أنا نفسي لو طلب مني أي شيء النادي الأهلي لا أتأخر، وكل الناس، لأنه كيان كبير وكيان عظيم وكلنا بنفخر إن احنا بننتمي إليه. خلونا نشوف بقى مباراة الدوري المحلي. أنا مش عايز أقلل من الدوري المصري، الدوري المصري بقى فيه فرق كبيرة وفرق محترمة وهتبدأ تدي للدوري ده تمن، الدوري ده بقى ليه تمن مادي، تمن يباع بيه، وده أمر محمود جدا وأمر لازم إن احنا نحرص على إن هو يستمر. وطبعا هننتظر السوبر اللي هيعقد في الامارات، بس انا زي ما قلت لحضراتكم انا ماليش قوي في السوبر اللي جاي ده طالما الزمالك مش موجود، لانه من غير الزمالك ما بقالوش طعم بالنسبه لنا كاهلاوي، لكن هنتابع ايضا اربع فرق بتنافس على السوبر. الف مبروك مره تانية لكل جمهور الاهلاوي. في حاجه تانية عايز اقول لحضراتكم عليها عشان نبقى ايه، بلغنا وادينا اللي علينا. في مصر سوق موازيه للدولار قولا واحدا، والدنيا كلها بتسمعني واحنا عارفين انه في سوق سودا اللي هي مجرمه بالقانون، اللي هي ممنوعه، اللي هي لو حضرتك اتظبطت فيها جنايه، محكمه الجنايات. لكن اكتشفنا انه في السوق السودا دي، وفي السوق السودا بس، في حاجه اسمها الدولار المجمد. ايه الدولار المجمد ده؟ دولار مزور؟ لا، أمال دولار إيه؟ أمريكا حتى على الدولار بتاعها سيريال نمبر، رقم في ترقيم العملة، وإحنا كمان في مصر عندنا كده. الرقم ده نتيجة بعض الظروف السياسية في دول معينة زي ليبيا وزي بعض دول شافت أحداث معينة، أمريكا بتقرر تجميد العملة بالسيريال نمبر، يعني تقول من الرقم ده للرقم ده مجمد. يعني إيه مجمد؟ يعني لا يتم التعامل به خارج الولايات المتحدة الأمريكية، تستطيع أن تتعامل به داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب عن طريق بقى التجارة اللي هي غير مشروع، اللي هي بره البنوك، ما هو أنت ما تعرفش الدولار ده جاي لك منين. أيوة، يعني أنا كأني رايح أخد دولار من السوق السوداء اللي هو مجرم قانونا، تاني اللي هو مجرم قانونا. أنت ممكن تاخد الدولار وفي الآخر يضيع عليك. أنا بقول لك حاجتين، الحاجة الأولى دي جناية، الحاجة التانية إنه الدولار نفسه قيمته هتروح عليك. طب إمتى يبقى مظبوط؟ لما البنك يقول لي ده مظبوط، والبنك بقى طبعا ليه قواعد في وضع الدولار وسحب الدولار، لازم تفهم البنك أنت جايبه منين. طيب خلونا ناخد آراء المتخصصين. الدكتور علاء علي الخبير المصرفي. دكتور علاء مساء الخير. مساء
ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. يعني ايه اهلا الدولار بيك. المجمد؟ زي ما حضرتك تفضلت، يمكن انا سمعت حضرتك في المقدمه واتكلمت كلام جميل قوي. بتتكلم الدولار المجمد هو دولار يتداول من خلال البنك الفيدرالي الامريكي، بيجمده لدى البنوك. ممنوع تداوله لدى البنوك سواء حتى داخل امريكا او خارج امريكا، وكل البنوك اللي الفيدرالي بيبلغها بارقام الدولارات دي، فما تعرفش تتداوله. يمكن ان يتداول بين الافراد تداول داخلي كده، لكن مشكلته الاساسيه ان لو زي ما حضرتك تفضلت، ان لو في حد النهارده تكالب على شراء الدولار من السوق السوداء وقع تحت ايده هذه الدولارات المجمده، اول ما هيروح للبنك، البنك هيقول له ان الدولارات دي مجمده وما لهاش قيمه، وبالتالي سيخسر امواله بالكامل. ده طيب بخلاف الضرر اللي بيعمله انا على النهارده لما الاقتصاد يبقى معايا المصري. الدولار ده واروح بيه للبنك المصري، البنك العادي، بنك الاهلي، بنك مصر، ماليش حق ان انا اتعامل بيه؟ ما ينفعش اعمل بيه ايداع؟ لا لا، ده مجمد في نشره من الفيدرالي الامريكي للبنوك كلها، مش بس في مصر، على مستوى العالم، عشان برضو الناس ما تتخيلش ان ممكن تاخد الدولار ده توديه البنك بره مصر فممكن يتصرف. لا يجوز التداول عليه في كل بنوك العالم، داخل الولايات المتحده فقط، ولعمليات التبادل عند الابلاغ ان البنوك بتقول لها والله انا عندي دولارات من الدولارات المجمده دي، فيتم تبادلها من خلال البنك مع الفيدرالي الامريكي. بخلاف ذلك لا، يتداول بقى مع الافراد. في النهايه هتيجي عشان تشتري بيه سلعه، عشان تشتري بيه تستورد بيه حاجه، هتلاقي ان مش هتعرف من خلال البنوك تتعامل مع هذا طب الدولار. انا لو عندي 5000 دولار واكتشفت ان هم من النوع ده اروح بيهم خلاص، فين؟ هم راحوا عليك. راحوا نمره عليا. واحد. اه طبعا، نمره واحد كمان حضرتك، انت شاريهم من السوق السوداء، فوقعت تحت طائره القانون اللي هو بتصل عقوبته ل5 سنين ومغلظه. والنقطة الثانية، أنت خسرت كل الأموال بتاعتك نتيجة عدم علمك بأنك بتتعامل في دولارات مجمدة. ويمكن لفظ اللي حضرتك، وأنا يعني بشكر سيادتك، لأن هناك تعبيرات مصرفية كثيرة جدا الناس ما بتفهمهاش. الناس معتقدة أن دولار مجمد يعني دولار مزور، ده مش دولار مزور، ده دولار سليم سيريال نمبر، ولكن نشأته جت من حرب زي حروب الخليج، زي الحروب اللي حصلت في نيجيريا، زي الانقلابات حصلت في أفريقيا. فبتبتدي الدول اللي خرجت منها الدولارات دي تقول ان انا اتاخد مني دولارات واتنهبت مني دولارات وارقام السيريال بتاعها من رقم كذا رقم كذا. الفيدرالي الامريكي بياخد هذه الارقام بيعمل بيها نشره لكل بنوك العالم، طب معلش كل انا بنوك هسال العالم. اسئله يعني ممكن اكون عارف اجابتها بس عشان المواطن يسمعنا. لو انا خدت ال احسنت. 5000 دولار دول معايا وده مسموح، ان ده الحد المسموح بيه في التنقل، اه و10000 دولار فهمتك. كمان مش خمسه، ورحت بيهم الامارات، السعوديه، البحرين، البنك هناك ياخدهم التداول مني؟ لا، بنك لا، خد بالك، بنوك مش هتاخدها، لكن ممكن تشتري بيهم من تاجر بقى، يعني ما طيب لو انا خدتهم لان ورحت بيهم امريكا، البنك في امريكا ياخدهم مني؟ داخل الولايات المتحده الامريكيه لو هي متبلغه لانها مجمده فانت يمكن تبادلها من خلال البنوك، لا تتعامل مع الافراد، يعني مش يعني هتعرف انا ما تعملها. اقدرش اروح للبنك هناك في امريكا واقول له معايا 5000 دولار من اللي انتوا عاملين لهم تجميد، اديني جداد بدلهم؟ ما هو انت لازم تكون بقى تثبت ان انت مقيم في امريكا وعندك الكي واي سي بتاعتك هناك اه والحاجات حدوته دي بقى. كلها، لان انت في الاخر برضو ما هتدخل في عمليه ان ممكن في ناس وسطه كل شويه يروح ياخد يلم الحاجات دي. الموضوع خطر، بنقول للناس ما تتكلفش طب اعرف على ازاي الدولار المجمد؟ لا لا، هو دولار سليم ده وفقا، والنشره الارقام بتاعته بتنزل لدى البنوك كلها، يعني طب ما في ده يخلي نشره العملية لدى. اصعب بالنسبة لي يعني. اه طبعا، طيب اه طبعا، يعني ما هو برضو يعني لن تعرف المواطن لن يعرف الا في لحظه ان هو داخل البنك عشان يعمل له استبدال وبالتالي ما او ينفعش اخد يشتري دولار من شهاده. اي حتة الا من البنك. بالظبط كده. اي دولار بره حتى المعيار مش موجود. لا طبعا، لا طبعا، يعني حتى لو انت عارف ان هو بتعرف تعرف الدولار المزور من اللي مش مزور، في الاخر هذا الدولار مش مش ده مزور دولار سليم، مش مزور. ومش هو معقول حد يكون نتيجه عنده ايه؟ احصائية السيريال نمبرز كلها يعني. لا يمكن طبعا، لا يمكن، كلام مش منطقي ان في حد شخص يكون حاصل على نشره الفيدرالي الامريكي، يعني صعب طيب انك انت توصل لها. في حاجة تانية يا دكتور، احيانا بيقولوا الدولار الازرق ولا الدولار الاخضر؟ لا مش، ما عنديش الصراحة يعني في خلفية عن بعض الأزرق الصرافات، انا دوت. دي حصلت معايا في دولة من الدول العربية، ان الدولار آه. الازرق
كورقة له تمن والأخضر له تمن، واللي منذ زمن طويل ما بياخدهوش في الصرافة، بياخدوه في البنوك. لا انا بصراحه عنديش خلفيه عن الدولار الازرق ده، يمكن مقصود بيها حاجه انا مش طيب عارفها الصراحه، لكن هو تقريبا في الاخر نسبة، بس معرفش ايه الإحصائية اللي هنستند إليها، بس تقريبا نسبة وجود الدولار المجمد في السوق قد ايه دلوقتي؟ بص، خلينا طبعا ما فيش احصائيات نقدر نعرفها، ولكن في ظل ظروف السوق السوداء انت معرض، زي ما بيدخل الدولار المزور بيدخل الدولار المجود. دي اموال نهبت من حكومات وخرجت من حكومات، حصل فيها ثورات وحصل فيها اضطرابات عسكريه، وبالتالي الفلوس دي بتجد منفذ ليها في ظل التداول في سوق سودا زي اللي موجوده دلوقتي. في اي مكان تتاجر فيه سوق سودا هتجد له منفذ. نسبته قد ايه وفقا والتداول اللي احنا بنتكلم عليه، حجم التداول بتاع السوق السوداء بالمليارات، ممكن يكون فيه 50% منه مجمد، 25% منه مجمد. حاجه خطره جدا ان تضع اموالك وتضارب على اموالك وعندك احتماليه ان شاء الله 10%. انت ما لقيتش الفلوس دي، تداول هذه الاموال من خلال مصادرها الشرعيه، من خلال البنوك، ما تتداولش من خلال السوق السوداء. طب لو واحد يحكي ان دلوقتي هناك بيسمعنا، عقوبه، مش مكسب قليل، يعرضك لمخاطر عاليه جدا. عظيم، في عقوبه. حد بيسمعنا دلوقتي وعنده 10,000 دولار في البيت، فهيروح بكره للبنك يديهم للبنك، طلع منهم 1,000 مجمدين، هيرجع بيهم ولا البنك هيرجع؟ لا لا هيصدرهم؟ لا لا لا، هو هيرجع بيهم، فاهمني؟ لان البنك عشان يصدره ممكن يكون المصدر بتاع امواله دول واخدهم من بره. لو اثبت انه ليه مصدر الاموال دي بتاعته، جايبها مثلا واحد كان شغال بره من خلال التداول اللي بين الافراد. لكن لو انت ما اثبتتش المصدر بتاعك، انت ما عندكش مصدر للدولار اصلا. فبالتالي هيبقى المعيار الوحيد ان البنك انت يقبل مني هذا الدولار. بتعرض نفسك لحاجتين في منتهى الخطوره، ان تخسر اموالك وان تخسر نفسك. يعني المخاطر اللي بتتعرض ليها ان انت تتعرض لانك انت تسال، لانك انت تعاملت في السوق السوداء اللي هي بقت مجرمه قانونا دلوقتي. لا انا اقصد حيازه الدولار المجمد مش ممكن تكون جريمه، لانه اكيد لو اني لدي سبب مشروع لحيازه هذا المبلغ. لان هو يمكن ان يتداول من خلال افراد. يعني انا مثلا زي ما حضرتك تفضلت قلت انا سافرت، انا لسه راجع من انجلترا مثلا، فبدلت استرليني كان معايا بدولار، وهذا الدولار كان بالصدفه مجمد، فانا عندي مصدر من خلال السفر بالدولار دوت. تمام. دكتور علاء علي الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الرساله دي واضحه يا جماعه، وارجو ان احنا ننتبه اليها. طبعا حسن النيه يعني وارد عند الناس اللي عندها دولار بسبب المشروع، انه انا وانا راجع من السفر اديت لابن اخويا 1000 دولار شالهم، كنت محوشه 5,000 دولار من السفريه اللي فاتت. ده امر وارد جدا يحصل جدا، لكن المعيار الوحيد ان انت تتاكد من صحة الدولار اللي عندك في البيت انك توديه البنك، والبنك هنا هيقول لك من ال5,000 دولار دول انا اقدر احط لك في حسابك 4، وال1,000 ده ما اقدرش احطه، وبالتالي الاربعة دول دخلوا بشكل شرعي لحسابك، تقدر تحولهم بره تشتري بيهم تعمل بيهم. لكن ننتبه جيدا لحكاية الدولار المجمد، وزي ما قلت لحضراتكم ننتبه اكثر لجناية اسمها التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. احنا في مشكلة كبيرة. طبعا انا عارف 80,000 كلمة هتتقال و 80,000 مبرر هيتقال، بس لا نقبل اي مبرر في مخالفة القانون. في التلفزيون لازم نقول كده، لكن انا بقول لحضرتك انا عارف انك حسن النية، وانا عارف انك شغال وتعبان في الفلوس، لكن القانون بيقول تغييرها بره البنك جناية. فأرجوك انتبه، لأن هذا الأمر يحتاج إلى يعني تأني كبير جدا. مستقبل العائلات كلها بيروح بحسن نية في هذه العمليات. النهاردة عندي حلقة هامة جدا، لذلك قررنا نعمل انترو بسيط، لكن عندي حاجة بس كنت بتكلم فيها مع بعض الناس الأفاضل، خاصة ب أسلوب العمل في مصر. إحنا عندنا في مصر ماذا يريد المدير؟
المدير قرر انه الموضه تبقى الكرافات البيضه. عمر الكرافات البيضه ما تبقى موضه، هتلاقي كل الناس لبست كرافات بيضه، وهتبقى الحدوته كلها في ذوق المدير اللي اخترع لنا فكره الكرافات البيضه. وهتلاقي بقى واحد يقول له انا جايب لك صوره ياسمين بنتي، مالها رسم حضرتك بالكرافات البيضة يا عيني. واحد تاني يقول له احنا اتخذنا من الكرافات البيضة شعارا للمرحلة القادمة. واحد تالت يقول له على فكرة الإدارة اللي ورا دي مش معترفة بموضوع الكرافات البيضة، أنا شايف إن حضرتك لازم تعقد اجتماع عشان نتحدث عن أهمية الكرافات البيضة. ماذا يريد المدير؟ أصبح إرضاء المدير أهم من إرضاء العمل نفسه. إرضاء المدير، نميمة العمل، نميمة العمل بقى ليها حدوتة. يعني في أشخاص كده إحنا عارفينهم جوه كل شغلانة، اللي هو أول ما المدير يدخل يقول له نسيت أقول لك مش محمد جه متأخر النهاردة، مش فلان حصل، ده أنا الأخبار كلها عندي، ده أنا هقول لك الموضوع بقى يا فندم من أوله لآخره، بس أنا بقى إيه يوم الخميس بستأذنك والله عندي مشوار مع العيلة فالخميس أبقى أنا أجازة. يعني دايما بيعقبها طلب، يعني بعد الموضوع الفتنة دي بيبقى بعدها طلب. فالموضوع ده فكرني بالأستاذ أبو الخير، فاكرينه؟ السينما دي حاجة عظيمة، السينما دي عبرت عن كل حاجة. فأرجوك يا سيادة المدير أيا من كنت، أرجوك خلي بالك الكلام ده اتقال للي قاعد في الكرسي قبليك، وهيتقال للي قاعد في الكرسي اللي هيقعد في الكرسي بعديك. خلي بالك، قل له فين الشغل، انا مش عايز فتنه ولا عايز نميمه، انا عايز شغل. ثم الاهم من كل ده، لما المدير يقول الكرافات البيضة موضه، لو موظف قال له لا مش موضه وذوقك مش حلو، مش غلط، مش غلط، مش لازم يتجازى، لانه برضه زي ما في الموظف ده في موظف تاني قاعد بيشتغل بجد وبصدق وبإخلاص، ولكن خايف يقول للمدير الكرافات البيضة ما تنفعش. لازم نتخلص من فكرة ما يريده المدير، ما يريده العمل، هو ده أهم حاجة. وكل مدير بيسمعني، إياك والنفاق، النفاق اللي انت بتسمعه لو يطرب الأذن في بعض الأحيان هو بيدمر العمل، هو لمصلحة صاحبه. دي آفة موجودة في المجتمعات بتاعتنا، أرجو إن احنا ننتبه ليها، وأرجو من ضعاف النفوس اللي هم ملكيين أكتر من الملك، ده جاي دلوقتي انتوا لازم تعملوا، انت اتكلمت عن القلقاس؟ سيادته ما بيحبش القلقاس. ايوه اعمل ايه؟ انا مالي؟ ما يحب القلقاس ولا يكرهه؟ ايه دخل ده في الشغل؟ حاجة يعني أمور غريبة تبعد بعدا كبيرا عن العمل. المدير بقى الصحيح اللي هو بيتقي الله في ضميره وبضميره ويتقي الله في عمله، لا ولا الامور دي تفهم، ولا ينتبه ولا يسمح ابدا انه يدي ودانه لحد من اخواننا اللي عاملين زي الاستاذ ابو الخير. خلينا نشوف السينما عملت ايه في موضوع الاستاذ ابو الخير ونرجع نعلق مع حضراتكم. الاستاذ ابو الخير ده موجود في كل حته. على رأي ما قال له ابو وارث عصر، قال له مين اللي كان قال له انتوا سموك ليه يا ابو الخير؟ يا جماعه انتبهوا وخلوا بالكم، الحكايه دي زادت قوي في كل في القطاع الخاص والقطاع العام وفي كل الاماكن. نفاق المدير، يعني كان شفيق نور الدين الله يرحمه، نفاق المدير، ايها المدير الذي يطربك سماع النفاق، انت بتهدم العمل. خلونا نقيم الناس بالعمل، مش بأنه دمه خفيف وبيضحك المدير. وبعدين ما يريده المدير أيضا مش قانون، مش قانون، بالذات في الأذواق. يعني أنا مثلا لما أقول أن أي مدير في مصر أيا من كان عمل العك اللي احنا شايفينه في محور 26 يوليو، المحلات اللي هي سمك وبعدين لبن وبعدين تمر هندي، أنا مختلف معاه. أيا من كان عمل بالظبط كده، محل سمك، محل لبن، محل تمر هندي، عشان بقت هيئة المجتمعات العشوائية الجديدة.
ده اللي احنا عملناه. هات فلوس، دخل فلوس بقى، واعمل بقى محلات جنب بعض وعربيات فوق بعض وديكورات مختلفة، اقلبها بقى بلدي. مش دخلت فلوس؟ اه طبعا. ده يقول لي انت عارف مين اللي عمل؟ انا مالي، انا من حقي ان انا اختلف، انا مالي، انا ده رأيي، انا ده المكان اللي بعيش فيه كل يوم، بعدي عليه كل يوم، ببقى حزين عليه كل يوم انه اتقلب بهذه العشوائية. انت عارف مين اللي عمله؟ وانا موضوعي ايه في مين اللي عمله؟ ناقشني في العمل، ما تناقشنيش في مين اللي عمله. قلبنا محور 26 يوليو عشوائيات متنقله. وطول ما انت ماشي بقى تلاقي الكيلو الاول بقى محلات، بعد شهر الكيلو الثاني بقى محلات، الكيلو الثالث بقى محل. ايه يا عم، مش كان في حاجه عندنا اسمها هيئه التنسيق الحضاري؟ طب ليه ما بتاخدوش راي الناس؟ هو فكرة إن أنا أحصل على فلوس للدولة بغض النظر عن أي شيء، ده موضوع خلاص بقى، هو ده القاعدة اللي عندنا؟ تاني، أيا من كان هذا الشخص اللي اتخذ قرار بالعشوائية اللي موجودة في المحلات اللي في محور 26 يوليو، أنا بنتقده وبقول له من وجهة نظري كمواطن أنت غلط، وهندفع ثمن الكلام ده بعد 10 و15 سنة. كانت الشوارع ليها اتساع معين وليها حرم معين، وفكرة الإشغال التجاري اللي حضرتك عاملها دي بتخلق زحمة كبيرة جدا في الصيف، وفكرة تنوع المحلات بأذواق مختلفة برضو بتعمل مشكلة كبيرة. لكن قضي الأمر، هذا المنهج في فكرة إنه أجيب فلوس من أي حاجة ده مش صح، وأنا مش لازم أتلام إني قلت كده، لا ده رأيي، ده رأيي، ومش لازم ذوق حضرتك يعجبني، ومش لازم ذوق يعجبك برضو براحتك، لكن أنا عايزك تعمل استقصاء لسكان أكتوبر. يعني أنا معرفش رئيس مدينة 6 أكتوبر يعمل استقصاء كده ويقول ياخد عينات كده ويسأل الناس إيه رأيك في المحلات والكهارب؟ ما المحلات دلوقتي بتعمل كهارب، وأسماك مش عارف إيه، ولبن مش عارف إيه، وتمر هندي مش عارف مين، وبعد شويه تلاقي ايه محل عربيات، وبعدين كوافير حريمي، وبعدين كوافير ستات وكوافير رجال. في حاجه اسمها الذوق العام، في حاجه اسمها الذوق العام، في حاجه اسمها عنين البشر اللي رايحه وجايه عماله تشوف. احنا اخترنا المجتمعات العمرانيه الجديده دي من اتساعها، مش عشان تضيق علينا كل شويه. وطبعا بقى في الصف الاول من العربيات والصف الثاني من العربيات، وتتوالى العشوائيات وتمتد. ده رايي، واعتقد ان الناس اللي انا بشوفهم في اكتوبر كلهم او معظمهم متفقين معايا في الراي، بس في واحد مدير رايه عكسنا، او هو يكون عنده اغلبيه تانية. ما هو حشد الاغلبيه دلوقتي بقى سهل، يكون عنده اغلبيه تانية تكون عايزه تنفذ الراي، يقول لنا والله استقصينا الراي وقلنا انه موضوع المحلات ده ووجودها على يمين محور 26 وهتمشي بقى، الامتداد هيمشي على محور 26 يقول له عاجب الناس، انتوا بس اللي مزودينها. ممكن. تاني، لو حاجه ما عجبتكش واللي عملها المدير مش عيب تطلع تقول له مش عجباني، ذوق المدير مش لازم يعجب كل الناس. ذوق المدير، انا بدخل فنادق تتبع الدولة، بدخل فنادق تتبع الدولة بشوف فيها كمية رخام مهولة، بس الذوق العام، وبنجيب مستثمرين يدخلوا الفنادق دي يقول لي مهول، حاجة غير طبيعية كمية صرف، بس الفينيشنج الترتيب الخارجي ده اسمه ذوق عام. عشان كده بقى عندنا حد اسمه مهندس ديكور بيدفع له فلوس كتيرة جدا، زي ما تعدي كده على ميدان التحرير بالليل تسأل مين اللي عامله، واحد اسمه شهاب مظهر لأنه بيفهم في الحدوتة، فيطلع ميدان التحرير تحفة فنية. طبعا هي برضو أذواق، يعني في ناس تتقبل وناس لا تتقبل. أنا بطلب عمل استقصاء للرأي لسكان أكتوبر، هل حضراتكم راضيين بفيلم العشوائية اللي على اليمين ده وانت طالع المهندسين؟ هل الكلام ده مرضي ليكم؟ ما تقوليش انت ما تعرفش مين اللي عامله، لا الجملة دي مش في القاموس.
اللي عامله مواطن مصري أراد إنه يعمل خير من وجهة نظره. لكن لو مش عاجبني، واحد من حق أقول مش عاجبني، اتنين ما تضرش إنه إن أنا قلت مش عاجبني، تلاتة لو أمكن تغييره بعد استقصاء الآراء يغير. ده اللي أنا أعرفه، وده اللي هيمشي في بلدنا، وده اللي هنفضل نقوله. كلمني عن الأغنية، ما تكلمنيش عن المطرب. تعالى نسمع الأغنية مع بعض، انسى مين المطرب. لو الأغنية كويسة نسقف لها، لو الأغنية ما عجبتناش ما نسمعهاش. لكن ما تقوليش انت عارف مين اللي بيغنيها، انا مالي. لا تطربني، لا تطربني، مع كامل احترامي وتقديري لهذا المطرب الكبير، بس انا تطربني اغاني اخرى. من حقي ان اتذوق، من حقي اقول ده عاجبني وده مش عاجبني، ماليش دعوة مين هو، ولا انقص من احترامه شيء. ذوقه مش عاجبني، فكره مش عاجبني، مش بقى لانه قوي فاذا هو الامر الواقع، لا. وعشان كده المحليات بقى، عشان كده المحليات هتقول انا مش عاجبني الكلام ده، يقف. لكن انت بتنام وتصحى تلاقي المحل اتضرب في 10. يا كل سكان اكتوبر اللي بتسمعونا، لو الموضوع عجبكم خلاص، لو مش عجبكم ابعتوا لنا على صفحه البرنامج عشان نوصل صوتنا للمسؤولين ان هذه العشوائيه مش عجبان. لو عجباكوا خلاص، او زمايلي بيقولوا لي الموضوع في اماكن كتيره مش في اكتوبر بس. خلونا يعني ما نخافش من طرح الامور نتيجه انه في اتقال لك اصل الجهه دي هي اللي عامله الموضوع. طب ما انا بحترم الجهه دي يا جماعه، بس الجهه دي اذا باعت واشترت ونفستني في السوق وكانت ند بند معايا لا لازم نتحاسب. لا، اديني آليات سوق واحدة. أنا بحترمك فوق ما أنت تتخيل، فوق ما تتخيل. أنا لو طلب مني دمي عشانك أديهولك. لكن عندما تبيع وتشتري وتنافس، إحنا دخلنا بقى في المعيار. ما أنت في الشارع وأنا في الشارع. أنت في الشارع وأنا في الشارع، إحنا الاتنين بنأكل الناس، إحنا الاتنين بنلبس الناس، إحنا الاتنين بنركب الناس عربيات. فلازم يبقى في مساواة. ولما اجي انتقدك في حاجه ذوقها مش عاجبني، مضايقاني نفسيا، لا الام. ده الصح، وده اللي لازم نحرص على انه دايما يكون موجود، وما نخافش واحنا بنقول راينا في حاجه طالما بنقولها بشكل موضوعي، وتكون حاجه الحقيقه ملفته للنظر وناس كتيره اتكلمت فيها في البيوت المصريه خاصه من سكان اكتوبر. بعد الفاصل عندي بقى فقره، بصوا كميه البحث اللي احنا عملناه في الفقره دي. لم أكن أتخيل امبارح عندما طرحت موضوع الإبداع والرقابة أن تنهال كم المكالمات اللي أنا تلقيتها من المبدعين ومن الفنانين ومن كتاب القصص وكتاب السيناريو والمخرجين من امبارح لحد النهاردة. الموضوع جد كبير، الموضوع جد مهم. نحن نتحدث عن القوة الناعمة المصرية في ميزان، نحن نتحدث عن إما أن ترى النور الأعمال الفنية وإما ألا ترى النور. ما المعيار؟ مين اللي يقول هذا العمل الفني يصلح وهذا العمل الفني لا يصلح؟ طيب ما قيمة العمل الفني الآن؟ أقوى من سياسات الحكومات في بعض الأحيان. يعني وانت قاعد بتخرج فيلمك، وانت قاعد بتكتب قصة، وانت قاعد تعالج قضية بسيناريو، أؤكد لك والحكومة ممكن تؤكد لك أنه سياسات الحكومة الخمس سنوات لا تؤدي رسالة زي رسالة بتاع الفيلم. الأجيال الجديدة عرفت السادات مش من كتاب البحث عن الذات ولا من قراءات تاريخية قد ما عرفته من فيلم السادات. وبيني وبينكم دي آخر حاجة بنتميز بيها، دي أقوى حاجة بنتميز بيها، ده التأثير الحقيقي السريع الناعم اللي تقدر تكلم بيه المغرب العربي والخليج العربي، وتقدر تكلم بيه كل الدول العربية. ده مصر يا جماعة. لذلك النهاردة خصصنا حلقة لنقاش هذا الأمر. معنا يعني اخترنا مجموعة من الضيوف المثقفين الكبار بغض النظر عن أي شيء، هم يعني مرجعهم الثقافة، جميعهم حريص على الثقافة المصرية، وده أهم شيء.
المخرج الاستاذ مجدي احمد علي، الاستاذه علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، دكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابه على المصنفات الفنيه، المخرج عمرو سلامه، نموذج من المثقفين المصريين لنقاش هذا الموضوع الكبير، الفصل بين الرقابه ومصلحه المجتمع وبين الابداع ومصلحه المجتمع ايضا بعد الفصل. بنعود لحضراتكم مرة أخرى، الرقابة والإبداع، ما هي العلاقة بين المبدع وبين الرقيب، وماذا يحتاج المجتمع، وكيف نخلق نوع من أنواع التوازن بين فكر الإبداع وبين مقص الرقيب؟ اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيوفي، المخرج الأستاذ مجدي أحمد علي، أهلا وسهلا بحضرتك. الكاتبة الصحفية الزميلة الأستاذة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، أهلا وسهلا بحضرتك. الأستاذ الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. المخرج الأستاذ عمرو سلامة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أنا بشكركم، أنا عارف أنه كان في ناس مسافرة وعلا أنا جبتها بالإحراج وأستاذ مجدي بلغناه متأخر، بس بشكركم على أننا يعني بقينا مع بعض دلوقتي. أستاذ مجدي، فين المشكلة؟ إحنا لما طرحنا الموضوع امبارح لم نتخيل حجم المكالمات والتعليقات اللي جت على فكرة الرقابة وتناول المبدع لقضايا وطنه بالشكل اللي يراه وبالعصرية التي يراه. فين المشكلة بتيجي؟ المشكلة ان انواع الرقابة في مجتمعات مغلقة بتتعدد. ففي الاخر مش لازم اعدلك، بس اقدر اقول انواع كتيرة من الرقابات. يعني طبعا في الرقابة من الأجهزة، في رقابة من المؤسسات، في رقابة من الناس العادية، في رقابة حتى من البرلمان. ده في الآخر بيعمل إيه بقى؟ يعني أكتر ما المناخ بيتضايق على المبدع نفسه، فبيبقى عنده نوع من أنواع الرقابة الذاتية، فمن الأول ما بيفكرش في إبداع، يعني يخنق في داخله خلاص، فهتجيب منين إبداع وفي مناخ على هذا النحو. المناخ ده بقى مين مسؤول عنه؟ ده موضوع نتكلم فيه كتير. طيب علا، اين تكمن المشكله؟ بص، انا الحقيقه يعني عايزه نوسع الزاويه، بمعنى ان الابداع ومشاكل الابداع لا تقتصر فقط على الرقابه وعلاقه المبدع بالرقابه. احنا الحقيقه عندنا مشاكل متراكمه على مدار سنوات طويله جدا، ليها علاقه بالصناعه نفسها، صناعه السينما نفسها اللي هي بتشهد تراجع كبير جدا. احنا داخلين على عمرنا استاذ مجدي تقريبا 125 سنه، تقريبا داخلين 125 سنه السينما المصريه هي الاقدم في هذه المنطقه، ورغم ذلك بتشهد تراجع حاد. فهنا لازم نقف، وعايز اقول لك ان انا القعده دي احنا قعدناها كتير جدا، وكل الاساتذه بشكل او باخر شاركوا فيها، وياما هناك ملفات تم تجميعها في حكومات مختلفه لحل مشاكل السينما ومشاكل وعلاقتها بالرقابه، وكل هذه المشاكل منها ارشيف السينما المصريه اللي احنا لم نشهد له، يعني انا تقريبا عصرته على مدار وزارات ثقافه مختلفه وحكومات مختلفه، وناس تولوا المشروع ده يعني باشكال مختلفه، كان ده بالنسبه لهم بقى ضرت مشاريعهم في وزاره الثقافه، ولم يحدث. في افلام مصريه ما بقتش موجوده، افلام تحللت ولم يتحرك احد. انا يعني ده من اللي هو يخلينا نحس بحاله حزن زائد عن الابداع في مصر طبعاً. وعلى السينما، لان انت هنا لو بتتكلم على السينما، وانا هاخد من الكلام الناس احيانا بتفتكرنا في الوقت ده كمان ان هو ده استخفاف بالواقع ومشاكل الواقع. السينما هي صناعه يا جماعه في الاساس، هو جزء منها طبعا ترفيه، ولكن هو في الاساس صناعه، صناعه بتضر عوائد ماليه كبيره جدا. يعني انت لو بتعمل ثلاجه او عربيه كلها دي سلع عليها عمر افتراضي صحيح. تستهلك، ولكن الفيلم السينمائي باقي على مدار التاريخ. عشان كده احنا بنقول عندنا افلام عمرها فوق ال 125 سنه. فلو احنا مدركين ده، فده معناه ان هي سلعه طول الوقت ما بتبيعها، ودوره راس المال دورته طويله جدا، فانت هنا عندك مصدر دخل ثابت جدا. فخلينا بقى اقول لك الازمات، السينما المصريه ده عندك ملف، انا بس هكتب وراك، انت قلتي الصناعه وسعت الصناعة. المفهوم طبعا. قلتي بلاغ خطير جدا انه افلام تحللت، يعني ما اصبحتش موجوده بعد ما ناديته في حكومات متعدده ان هم ينقذوا هذه الافلام، دي كارثه تانية. بعد كده ارشفت السينما، ارشيف السينما مثلا بفيلم الاستاذ العظيم شادي عبد السلام اللي هو واحد من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، واللي تم ترميمه من قبل مؤسسه مارتن سكورسيزي مش من مصر،
بالمناسبة أو مش من وزارة الثقافة المصرية. فده حصل يعني. فإحنا على مدار التاريخ أستاذ يوسف شاهين هو اللي لحق أفلامه بطريقته، هو كان بيتخانق كتير وبعد كده كملت ماريان وجابي خوري ورمموا جزء من أفلامه بمنح من دول زي إيطاليا أو فرنسا. طيب. فده كمان ده عندنا جزء. عندك ملف تاني تصوير الأفلام المصرية الأجنبية في مصر. فهنا الإبداع هو الحقيقة ملفات متعددة، الرقابة هي جزء من هذه الملفات. لأن الرقابة هي أحيانا تعطل بعض الأعمال الإبداعية، تعطل أيضا تصوير الأفلام الأجنبية في مصر. تمام. أنا هستأذنك في الحلقة دي، إحنا هنعمل سلسلة حلقات عن هذا الموضوع الغاية في الأهمية، لكن المرة دي هنتكلم عن تصوير الأفلام الأجنبية وعن فكرة الرقابة. أستاذ عمرو، أبدأ منين؟ أبدأ من حيثما ترى. طيب، أنا رأيي عشان الموضوع ده نقاشه طويل جدا فنحط إيدنا على السبب الأصيل. السبب الأصيل لو هنتكلم عن الرقابة، الرقابة في الآخر هو توجه سياسي وإرادة سياسية. إحنا قد إيه عايزين نفتح وقد إيه عايزين نقفل. فهو في الآخر إرادة سياسية وقراءة من القائمين في الدولة على أو تحليلهم وقراءتهم للإرادة دي عايزة تروح بينا فين. ساعات كتير جدا القائمين بيبقوا ممكن يكونوا مغاليين أكتر كمان من الإرادة السياسية. السلسلة طويلة يعني، آخرها خالص أستاذ خالد. أستاذ خالد هو اللي الرقيب قدامنا. يعني أستاذ خالد الرقيب هو اللي قدامنا. بس أستاذ خالد في الآخر، أنا من وجهة نظري البسيطة، أي رقيب في تاريخ الرقابة هو بيحسب حسبة واحدة بس، أنهي هيجيب مشاكل أكتر وصداع أكتر، إن أنا وافق ولا إن أنا أمنع. دي كارثة لو أنت بتقولي كده. ده أكيد يعني، حتى لو أستاذ خالد يعني ما أعرفش هو يتفق معايا ولا لأ، بس هي في الآخر موازنة، أنهي هيجيب مشاكل أكتر، الموافقة ولا المنع. فهي حزب، أنا الفيلم ده وافقت عليه والدنيا هجت عليا، الشعب ضربني بالطماطم، في أجهزة اتضايقت مني، في برلمان رفع عليا قواضي، فده وجع دماغ كبير، فأنا أكيد عايز أتفاداه خلاص. يا إما هم مش هيحصل حاجة والصانع السينما نفسه هيعمل لي مشكلة كبيرة وهيشطلع شكل الرقابه وحش، فانا هوافق له لان هو في الاخر انهي مشكله اكبر، ان انا وافق ولا انا نمنع. ليه بقى؟ لان اصلا الرقابه عندنا في مصر هي قانون مطاطي جدا. طبعا. جدا خلاص. فالقانون المطاطي ده بيخلي الموافقه او المنع مبنيه على عوامل كتير جدا. اولها اللي انا قلته الاولاني، ثانيها الرقيب نفسه ذوقه الشخصي ايه، قراءته الشخصيه ايه، تحليله للفيلم ايه، تحليله او توقعه لرد الفعل على الفيلم ايه. فمبنيه على قراءته الشخصيه وخبرته كانسان، مبنيه على ظروف، ممكن يكون الشهر ده فيه ظروف سياسيه غير الشهر اللي بعده، فانا ممكن ليه حصرها في سياسيه. طب ما في قضايا اجتماعيه احيانا ترفض من الرقابه. حلو، ما هو ده بسبب اسباب سياسيه برضه، كله هيرجع للسياسه. بمعنى ايه؟ انا مش قصدي ان القرار جاي من فوق، انا قصدي ان في الاخر هي مؤامات سياسيه معينه. بمعنى ان انا النهارده فلنفترض انا عندي فيلم عن الازمه مثلا ازمه طائفيه، وامبارح كان في كنيسه حصل لها حاجه عمليه ارهابيه، فانا النهارده قدرتي على موافقه على الفيلم ده اقل بكتير من اسبوع. ليه؟ لقراءتي لسياسه اللحظه خلاص. ففي الاخر انا وجهه نظري موضوع الرقابه ده، بس مش كل القضايا المثاره تحتاج الى ضوء اخضر سياسي. يعني في قضايا تخص المجتمع، قوانين عشان الاسره، مفيش قانون واضح. ما انت النهارده قلت لي اخلاق الاسره. والله احنا لو سالنا 10 في شقه اخلاق الاسره المصريه، واحد يقول لك ما ينفعش واحده تبوس واحد، واحد يقول لك ما ينفعش تلمس ايده. موضوع مطاطي جدا. صحيح. فاللي عايز اقوله من الاخر جدا هو الموضوع محتاج اراده سياسيه واضحه جدا، ان احنا عايزين نفتح على الناس ونحمي المبدع من مين؟ من اللي عايزين يمنعوه، واحمي المجتمع كمان. حلو. ما هو حمايه المجتمع من وجهه نظري، المجتمع دائما هو قادر على فرض ارادته على المبدع وحمايه نفسه، لان لو عملت حاجه ضد المجتمع فعلا المجتمع هيشتمني، هيتجنبني، مش هيتفرج عليا، زي ما شفنا في اعمال بره مصر اصلا ما تعرضتش على الرقابه المصريه. صحيح. لما اتعرضت صانعيها تهاجمه كان ساعتها يقول لك يا ريتني كانت الرقابه هي اللي رفضتني. خلاص. لان انا لما عملت ده بره الرقابه انا اتبهدلت من الناس اكتر من بهدلتي من الرقابه. تمام. وهو الان ايضا المنصات جعلت لا رقابه، نحن في الفضاء الخارجي، يعني ابنك هو قاعد دلوقتي مع الايباد ومع التليفون، لا رقابه. يعني انت الله يكون في عون الاسره المصريه اللي هي لازم تبقى رقيب داخل بيتها. دكتور خالد،
يعني زي اللي بيقولوا اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. الرقيب المبدع اللي هو أستاذ جامعي أعتقد أنه هيكون أصعب شيء عليه هو خنق الإبداع. طبعا أكيد. لكن الواقع يبدو أن له أدوات أخرى. شايف المسألة إزاي؟ شوف أقول لحضرتك على حاجة. يعني أنا أتفق كثيرا مع عمرو. موقع الرقيب هو واحد بيتعامل مع أربع أضلاع. ثلاثة كانوا مؤثرين بشكل كبير حتى تولي أنا الرقابة يعني لغاية سنة 14 أو حاجة. وضلع رابع. الثلاث ضلع هو المبدع والشارع والمؤسسات. المبدع بيحاول يعكس رؤاه الفكرية اللي هي مفروض أنا كأستاذ جامعة أول حاجة بقولها للطالب اطلق لخيالك العنان. قول اللي أنت عايزه. طيب أما تيجي بقى هذا المبدع يكتب فيلمه ده. الفيلم ده عنده زاويتين تلقي ومفروض انه ده استيج والرقيب قاعد براه. الرقيب مش موظف يعني رئيس الرقابة ده مش موظف. ده راجل لازم عنده رؤية شاملة زي ما عمرو قال لأبعاد كتيرة وتحولات يومية. يعني ممكن حاجة يتوافق عليها أول امبارح النهاردة ممكن تسبب في أزمة ما اجتماعية أو سياسية أو أي حاجة. فالشارع ثقافة التلقي عندنا وثقافة المجتمع فيها بعد كبير قوي في الفترة الأخيرة عن تلقي الإبداع. يعني في الستينات وفي السبعينات كان تلقي الإبداع أكثر رحابة وأكثر فهما مع فترات الانغلاق اللي حصلت لأسباب التعريفة وكل الزملاء عارفينها أصبح المجتمع بيزداد انغلاقا فبدأ يتعامل مع الفن. لا أنا الحقيقة ما أعرفهاش إيه أسباب لا يعني إيه مجتمع ثقافة الخليج يعني العمالة سفرة الخليج رجعت بثقافة بس ده وصف كبير جدا يعني مجتمعنا يعني يزداد انغلاقا. لا يعني لا مش لا مش المجتمع بتكلم على المد الوهابي لا بتكلم على يعني طبعًا. هل حضرتك في الستينات أما تروح مدرسة أطفال كنت بتشوف أطفال محجبات في الستينات؟ لا أنت بتقارن فكر معين. أيوة بالظبط. لكن خلاص فأصبح هذا الفكر إن دلوقتي عندك الأطفال هل البنت لما كانت في الستينات أو في السبعينات بتمشي في الشارع لبسة عادي شعرها زي والدتي زي والدتي أي حد زي علا سيدة محترمة فاضلة والدتي أنا ما كانتش محجبة واخد بال حضرتك إزاي؟ دلوقتي أصبح الحجاب جزء من التكوين المجتمعي. يعني أنا قصدي إن في متغيرات اجتماعية خلت ثقافة الشارع بيتصور إن الفن ده زي كتاب التربية القومية اغسل يديك قبل الأكل وبعده. يعني لازم يقول حاجة حلال ويبقى يعني ايه ان كل المخرجات وكل الناس طيبين وكل الناس جمال وكل الناس رائعين. كي نغير هذه الثقافة لابد ان يكون لدينا مبدع حر. تمام. والدولة تحميهم. هي بقى هنا دور المؤسسات. الضلع الثالث. المؤسسات عندك دلوقتي بتلاقي انه لو جه المبدع يعرض مثلا مهندس. يعني مهندس فاسد او منحرف او اي حاجة. تلاقي نقابة المهندسين مش بتكلم عن نقابة المهندسين أو أطباء أو الممرضات أو أي حاجة وتدخل أنت كرقابة وكوزارة في مشكلة كبيرة جدا مع هذه الجهات. أنت لدرجة أن في مسلسل كوميدي كان معروض من سنتين في يعني هزار زي ما كنا فاكر أيام محمد عوض وكده على فنان التشكيلي وكده وبتاع اترفع قضية ونقابة التشكيلين عملت مشكلة كبيرة جدا والمشكلة دي تقدم بها في البرلمان. يعني انت بإزاء حتى يعني انت بتقول لي انه في رقابه فئويه اصبحت طبعاً تطفي طبعاً سلطان على الرقابه العامه. طبعا المبدع كده يسافر بقى. انا عايز اقول لحضرتك انه اكتر هدك بيجيلي من الشارع. طب معلش في علم الجريمه كل المهن عملت جرائم. صحيح. في مصر في اخر 50 سنه كان عندنا 5 رؤساء جمهوريات. اتنين منهم دخلوا السجن واضحة وده التاريخ مش انا ده جايبهم من الشارع ده دخلتهم يعني. فعندما اذكر ان هناك في السجن الان محافظ ولا وزير ولا مسؤول ولا دكتور ولا محامي ولا ضابط ده واقع. ما ده البديهي يا فندم. ما ده البديهي. طب ده ايه اللي هل في قاضي حكم لك في يوم من الايام ان انت على الفيلم ده انه اضر بهذه المهنه؟ يا فندم هو اللي بيحصل ايه؟ ان الشكوى ما بيجي نقيب مثلا اكس نقيب اكس او نقابه اكس تقول لك ايه لا ده انت اسأت لصورة شكوى كذا. في قضاء بقى شكوى بقى. ما هو ده انت دلوقتي هتبقى قدامك حضرتك بتتكلم كده وانت قاعد هنا لكن انت بتبقى قدام 70 شكوى او ايه يعني يعني ما هو لا ما هو ده بيعمل لك هدك ويدخلك بقى في استجوابات. انت قلت نقطة هامة جدا. فكرة الهدك دي
هي اللي بتبقى على سقف ونزول سقف المبدع اكتر، بس هو في الحقيقه مش هيدك، هو يقول من يقول ويبقى القضاء حكمه. لا يا فندم، يعني انت لو لقيت 70 دعوه مرفوعين عليك حصل لك الهيدك لمجردك اللي استلمت الدعوه؟ لا، ما انا بقى لي بعيش ده، لكن لما هو بقى بيجي لك يعمل لك ايه؟ هل يعقل مثلا وانا قاعد بمارس عملي، مش انا كخالد، كاي رقيب، اي رئيس رقابه قاعد بيمارس عمله، يلاقي ان اي حد ماشي في الشارع ممكن يرفع عليه دعوه في القضاء، ويلاقي نفسه رايح جاي من المحكمه وبيسال او مرفوع عليه قضيه بلاغ قدام النائب العام؟ احنا بنشجع ده، احنا عايزين كل الناس تتقاضى زي ما هي عايزه يا فندم. ده مش مشكله، مش لازم يؤثر في عقيده حد. لا يا فندم، استاذ خالد، ان زمان ده كان بيحصل، بس كانت كل الدعاوى دي لا ينظر لها. دلوقتي بينظر لها؟ لا، بينظر لها لو انها من صاحب مصلحه، يعني النقابه تستطيع. انا قصدي ايه، ان النهارده في تاريخيا، وممكن استاذ خالد يصحح لي، استاذ مجدي، استاذ علا، تاريخيا كان في كل فيلم بينزل في تاريخ السينما المصريه كان بيقعد يترفع عليه 70 دعوه، واي حد بيقدم شكوى واي وكذا وكذا وكذا. الملفت في الفتره اللي فاتت بسبب السوشيال ميديا اولا، وبسبب وجهه نظر الخوف من المجتمع ثانيا، بقى طول الوقت الحاجات دي بينظر عليها بجديه. انا شخصيا رحت للنائب العام على فيلم متوافق من الرقابه المصريه، واتعرض في السينمات المصريه، واتعرض في العالم، ورحت بيه كل مهارات الدنيا، اللي موافق عليه، واستاذ خالد اللي كان موافق عليه في فيلم الشيخ جاكسون. خلونا نسمي دي الرقابه اللاحقه، اللي هو الجمهور شافه فعايز يشتكي، لكن لا، قبل ان يرى النور. هو هي دي المرحله، يعني هقول لك على واقعه لانها مهمه جدا. قبل الواقعه، معلش، انا بس عايز اوصل عند مرحله، انا جيت علا كتبت فيلم، كتبت سيناريو، اي حد كتب لك حاجه قصه وقال لك اتفضل، ايه الاوضه بقى المغلقه، وايه المعايير اللي تبقى لدى الرقيب عشان يحكم؟ هقول لحضرتك، هنبتدي من حته مهمه جدا، الزمال الزملاء، الماده الثامنه من قانون الرقابه لو قريتها لحضرتك بوضعها الحالي، عشان كده احنا لو طلعنا من هذه السلسله من الحلقات بتعديل وتغيير قانون الرقابه هنبقى كسبانين جدا. تخيل حضرتك انه هذا الرقيب، سيبك بقى من الدكتور خالد عبد الجليل، هذا الشاب الصغير خريج معهد السينما ومنهم زملاء لينا، وخريج ولاد شباب زي الفل، مثقفين، يدخل مكتبه الصبح يلاقي قدامه ايه؟ يلتزم القائمون بالرقابه على المصنفات بألا يتضمن المصنف او ينطوي، وحضرتك استاذ ده في القانون، يعني حتى لا ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينيه، الروحيه، كل ده كلام واسع جدا زي ما عم قال، الخلقيه، الاداب العامه او النظام العام، ولا يجوز دعوات الحاديه، تعريض بالاديان، جمله واسعه، تصوير او اعمال الرذيله او تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاه فاعليها، المشاهد الجنسيه المثيره وما يخدش الحياء، جمله واسعه جدا، والعبارات والاشارات البذيئه، جمله واسعه جدا، عرض الجريمه بشكل تثير التعاطف او تغرب التقليد. لو حضرتك كقانوني كبير جدا والساده الزملاء كمفكرين، اقول الاربع حاجات دول. ايوه، بس انا ممكن اطبق هذه الامور. انا ممكن اقول حاجه. تمام، هناخد استاذ مكتب علاء يا علا، وبعدين استاذ مكتب. انا بس لانه هو، ما هو ده القانون اللي موجود. خلينا بس برضو يبقى الحاجات تتحط في، صح، زي ما بيقول كده، صح. القانون ده يحكم بقاله اكتر من، احنا داخلين فوق مثلا، صحيح، حاجه 60 سنه. ورغم ذلك سنه 92 ورغم ذلك تفاوت اداء الرقيب من فتره لفتره. حضرتك قاعد معانا طبعا، طبقا للظروف، يعني كان هناك رقباء اكثر جراه، قدره على تحمل المسؤوليه، هم يقفوا تجاه، حتى يقفوا قدام اي انتقادات توجه ليهم او لفيلم بعينه، ويتحملوا المسؤوليه، وايضا يحموا المبدع، ويبقى في جلسات مع المبدعين، وكان هناك لجنه تظلمات تنصف المبدعين. ده بقى السؤال، لماذا تغير كل ذلك الان؟ تمام، بنفس القانون. استاذ مجدي، يمكن حتى الجمل اللي قالها دكتور خالد انا شايف انها يمكن ان تطبق بروح العصر. طبعا بالظبط، يعني طبعا، مش بروح طبعا النص. انا حتى طبعا لو بقى اشرع دلوقتي هحط نفس الجمل، واترك للمبدع الرقيب برضه ان هو يطبقها باليه حديثه. طبعا، اتفضل. ما هو اصل الكلام لازم يبقى، يعني هو اولا هي في فكره يا استاذ خالد، مين اللي ادى اي حد في المجتمع حق انه يبقى وكيل عن الشعب؟ يعني عارف مصالحه. القانون. كويس. يعني انت القانون ده مين اللي بيطلعه؟ مجلس الشعب. انت دلوقتي بتفترض ان القانون ده هو اللي عارف مصلحتك. يعني عارف انت تشوف ايه وما تشوفش ايه. تحب ايه وما تحبش ايه. خلاص، ما بقاش فيه ابداع. انا في رأيي. لا. القانون بس يضع بس خطوط عريضة. ومطبق عريضة القانون عريضة هو اللي يوائم ما بين الحاجتين. كلمة الرقابة تعني ان في سلطه سوبيريور كده، عشان كده انا موافق جدا على كلام عمرو في ان الموضوع له علاقه بالدوله.
لما حتى خالد عبد الجليل نفسه قال لك انا عايز استبدل الرقابه بجهات تصريح بالعمل، بقت الفكره معكوسه، ان انت مش بتدور على اسباب منع، انت بتدور على اسباب اطلاق. فالفرق بينهم فرق السماء من الارض. انت بتقول يعني نفس الحكايه دي، انت ممكن تصيغها البنود اللي قالها خالد دي تصيغها بصيغه الاطلاق، مش بصيغه ان انت فاهم مصلحه الناس اكتر ما هم فاهمينها. فالفكره ديت لازم تتغير، وهي اراده سياسيه بالمعنى اللي بيقوله عمرو، مش السياسه بمعنى البوليتكس، السياسه بمعنى توجه الدوله، يعني احترام الدوله للثقافه. اما تبقى وزاره الثقافه بتاخد ملاليم، اغلب ميزانيتها رايح للموظفين، مفيش اصلا مبالغ مخصصه للابداع، مفيش تقدير حتى الجوائز الدوله الثقافيه بتعمل لهم احتفالات، مفيش اهتمام بالمثقف. الناس شايله في قلوبنا كتير قوي يا جماعه، ده احنا جينا متاخر. لا في الاعلام لما بس كمان يا استاذ خالد، لما يبقى الفنان يعني الدوله بتنظر له على اساس ان هو اولا بيكرسوا عند الشارع، وتلاقي فضايح الممثلين اكتر فضايح رغم ان كل المهن مليانه، تلاقي الكلام على الاجور الخرافيه اللي بياخدوها والنغنغه اللي هم عايشين فيها، تلاقي الكلام على اللبس اللي مش عارف ايه، انما ده كله بيلخص الفن في انه ها ها وهزار، ما فيش اهتمام بالثقافه باعتبارها شيء حقيقي، الدوله ما عندهاش هذا التوجه للاسف. طيب لسه بس عايز اقول حاجه، الرقابه يعني كلمة في الدستور المصري، الدستور المصري حدد وهو الأعلى بقى في القوانين، وانت حضرتك محامي كبير وعارف انه قال انه حتى في الكتابة اللي ممنوع ايه؟ التحريض على العنف، التحريض على ازدراء الأديان، التحريض على الأسباب الهجوم لأسباب عرقية، الدخول في خصوصيات الناس، ما عدا هذه الأشياء الأربعة أعتقد اللي هي منصوص عليها في الدستور، لازم يبقى الباقي حر ومتاح. لما انت بتحط رقيب انت معينه، الدوله معينه، صحيح، ومش بس كده لا تضمن له اي حصان. احنا مش بنتكلم عن شخص الدكتور خالد، بنتكلم عن المنصب طبعا. طبعا ولا تضمن له اي حصان، انت بتقول له انت قاضي بس انا اللي معينك. يعني حتى القضاء، مجلس الاعلى للقضاء، يعني حتى ترتيب القضاء، وانت برضو عارف ان مفيش حد بيعين القاضي، القاضي بترتيب معين في نظامه هو الداخلي، هو اللي، فعشان كده القاضي بيحس باستقلال ويحس. فانت يعني طرحت نقطتين، الاولى الدوله هي من تعين وايضا لا تحمي، انت لا موافق على دي ولا موافق على دي. بالظبط. انت اديني منصب القاضي واحميني كقاضي. تمام. في ساعتها بقى لو انه ده، وطبعا تغيير التشريعات اللي هو جاي اصلا من تغيير الفهم العام لدور الدوله ودور المجتمع في مساله الفن، لانه الفن بشكل عام، اي فن، اي ابداع في الدنيا هو عكس السائد. ما تقوليش ان انا اشوف المجتمع عايز ايه واعمله، ده مش فن ولا ابداع. انت عشان تغير لازم تبقى متمرد على ما هو موجود بهدف انك تخليه احسن. تمام. فعمر الفن ما هياخد اجماع شعبي، فلابد ان الدوله تبقى عارفه ده وبتحمي ده. يعني انت زي ما قال خالد، انت في وقت من الاوقات كانت الناس بتمشي بمين الجيب وميكرو الجيب وكان ده عادي، ان احنا دلوقتي بنشوف ان الحجاب فرض ده بقت قانون، رغم ان احنا بقى انا نزل صور عندي على الميديا شيخ الازهر ولاده كلهم مش محجبان وبيحضر افراح، فيعني الازهر ما كانوش عارفين يعني ان الحجاب فرض ساعتها. يعني عايز اقول ان الدنيا ساعتها كان المجتمع كله فاتح براحات، صحيح، وبيتحدى افكار اللي هي دلوقتي للاسف سيطرت. دي راوند 1، هنطلع فاصل ونرجع. احنا غرضنا ما الحل، هنكتب 1 2 3. انا بقى هوسع النقاش شويه في المثلث اللي حضرتك قلت له، بس كان ناقص ضلع. الضلع الرابع انه لا سميه لي بس عشان اطلع فاصل. الميديا يعني اللي هو التطور التكنولوجي، التطور التكنولوجي اللي هو تمام. 3 حاجات. تمام. المنصات والسوشيال ميديا والانترنت. ليه بقى عظيم؟ انا وصلت بعد الفاصل هنرجع لها. اوكي. في كلمة المؤسسات، لأنه دايما مقدم البرنامج هو اللي بيشيل كل حاجة، فبقى عندنا جهات في الدولة عليا لا يمكن الاقتراب منها إلا بعد الرجوع إليها، نتحدث عن الجيش والشرطة وبعض جهات تخص مثلا الأمن القومي لاعتبارات معينة، جاي لك في النقطة الثانية، لاعتبارات معينة لازم نرجع لهم، لأنه في سياق بيتصل بعملهم اللي هو متعلق بالأمن القومي بتاع البلد. العنصرين الآخرين ودول عندهم سلطان كبير جدا، رضينا أم لم نرضى، هو الأزهر والكنيسة.
ولا يستطيع أحد، وأنا بقول لكم واقع وإحنا في نهاية 23 في مصر، أن يقاوم طيار الأزهر والكنيسة. دول قوة ما بعدها قوة، قوة وجدانية وتأثيرهم أبعد بكثير من القانون. فيبقى عندنا المؤسسات اللي سماها الدكتور خالد وأنا بسمها لكم بالاسم، ثم الأزهر والكنيسة كل دول، وعندنا ابنك بقى، ابنك اللي هو مادة خصبة للشذوذ، للمخدرات بأنواعها، لتطور الجريمة، لتكنولوجيا غير طبيعية موجودة في إيده في البيت، والإبداع المصري. نفك التركيبة دي إزاي؟ وكل الكلام اتقال أهو، وهضيف ليهم اللي قاله عمرو، الدولة، الدولة والإرادة السياسية. بعد الفاصل نكمل نقاشنا. وكعادة مقدم البرنامج لازم أفتن لكم على إيه اللي حصل في الكواليس. اللي حصل إن سألت الدكتور خالد مين هم الناس اللي بيتولوا الحكم على الإبداع، على سيناريو أو على قصة أنا بقدمها للجهة المنوط بها الموافقة. قال لي إنهم موظفين في وزارة الثقافة، لهم منا كل احترام وتقدير، لكن موظف هو ما عندوش درجة علمية فوق البكالوريوس. يعني أنا سألته بالاسم عن العدد، قال لي تقريبا 15. عن الدرجة العلمية قال لي ما عنديش حد مدرس أو مدرس مساعد أو أستاذ، عندي كلهم خريجين معهد فنون مسرحية أو شيء متعلق بالسينما. هم موظفين في وزارة الثقافة، والعمل بيجري من خلال ال 15 شخص، بيقدموا تقرير ويرفع إلى الرقيب، ويكتب في آخر التقرير أن الرقيب يستطيع أن يتصرف، لكن هو من وجهة نظره يمنع هذا العمل. ده الإجراء العملي اللي بيتم. سألت علا برضو في الفاصل، كنت قلت لي في التليفون أنه في لجنة عليا بتبقى عندها استئناف، لو القرار طلع منع بروح للجنة العليا. اللجنة العليا تقريبا ضيوفي اختلفوا، هي موجودة ولا مش موجودة، فبرضو هنعرف، والناس اللي بتسمعنا، وزارة الثقافة اللي بتسمعنا أكيد هترد علينا وتقول لنا الكلام ده راح فين. عمرو كان ليك تعقيب. أنا عندي تعقيب بس في لغم كده عايز أفكه. هو لغم إيه؟ في طول الوقت فجوة ضخمة جدا ما بين المبدعين في مصر والشعب اللي معظمه محافظ. هو لما بيشوفنا بنتكلم على حرية الإبداع كل اللي في دماغه إنه دي ناس منحلة عايزة تعمل عري، عايزة تعمل أفكار تبوظ أخلاقنا، عايزة والكلام على ان احنا زمان كنا ميكروجيب، فاحنا الناس متوقعة ان احنا بنقول ده، فاحنا وقت عايزين نلبس مصر ميكروجيب. مش ده الهدف خالص. احنا الهدف ان احنا يبقى عندنا حرية ان احنا نتكلم عن مشاكلنا الحقيقية، وان احنا نمثل الناس الحقيقيين في الشارع. خلاص النهاردة السينما بقى فيه فجوة. انا بقول للشعب المصري، انتوا اكيد واضح ان احنا بقالنا فترة مفيش تمثيل للشعب الحقيقي ومشاكله الحقيقية في السينما، تحولت إلى ترفيه قابل للتصدير فقط. جميل. أنا النهاردة عملت بالصدفة كده، كنت بتفرج على 5 أفلام ورا بعض بحبهم جدا، أفلام الخماسية بتاعة أستاذ وحيد حامد، أستاذ شريف عرفة، أستاذ عادل إمام. مفيش ربع ساعة في أي فيلم فيهم يسمح بيها النهاردة. الأفلام دي ما كانتش عن العري وما كانتش عن البتاع. طيب. هي أفلام بتناقش مشاكل حقيقية للمجتمع، بتمثل فئات في المجتمع لا أحد يمثلها، لا أحد يتكلم عنها. أستاذ وحيد حامد أستاذنا كلنا، يعني آخر ما قاله قبل وفاته الأستاذ العظيم يا خالد فكها شوية. تمام. السؤال الآن، خطوات عملية وواضحة لحل هذه الأزمة أو لبداية حل هذه الأزمة، وأنا هكتب وراقي وأوعدك أن احنا ننقل كل هذه التوصيات. شوف، لازم يبقى في فرق ما بين السينما والدراما، عشان بس استاذ دكتور خالد عنده دلوقتي الحاجتين، الدراما اللي بتدخل البيت مالهاش علاقه بالسينما. عظيم. لازم في معيار مختلف طبعا، وانا اعول على السينما، والسينما الحقيقه محتاجه قدر من الانفتاح اكبر بكثير. لان انا اللي بدفع التذكره وبنزل اروح اتفرج، انا اختياري، قراري انا الشخصي. لازم يكون في فرق بين ده وده. فكره حتى الافلام القصيره يجب ان نترك لهم العنان، لان هم دول اللي بيبنوا معاك. الافلام القصيره المفروض ان انت هنا حريه مطلقه يفكروا ويشتغلوا،
مش المفروض يبقوا كمان يتعرضوا لأي نوع من الضغوط، وده رأيي، لأن ده اللي هيفرز جيل مؤهل إنه يقدم لك أفكار مختلفة. زي ما قال عمرو، نرجع تاني نتكلم عن مشاكلنا وقضايانا، ده مهم جدا 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 في الكتابة. ما ينفعش يبقى فيه الهوة اللي هي ما بين ما يقدم على الشاشة وما بين اللي حاصل في الواقع. السينما المصرية لو احنا بالورقة والقلم وبالتاريخ هي أكتر سينما يعني أرخت وقرست لكل مشاكلنا، بما فيها فساد سياسي، بما فيها فساد مجتمعي، بما فيها يعني حتى السلع واللي حصل في السلع وقت الانفتاح. هنلاقي إن في أفلام بعينها كانت بتتكلم على ظواهر اجتماعية محددة عشناها، نرجع ليها هنفتكر المجتمع كان هي بتأرشف وبتأرخ السينما. فده مهم جدا نرجع للقناعة دي. ومن المهم اللعب على الوعي. احنا بقى عندنا مشكلة حقيقية في الوعي بأهمية صحيح. الفن. الفن زي ما بقول ان هو مش طرف ومش رفاهية، جزء منه ده، بس هو الحقيقة الوعي. والوعي يبتدي من التعليم، وانا دايما بفصلش ما بين الثقافة والتعليم. احنا عندنا تردي في الملفين، يجب ان نعيد النظر ليهم بشكل عملي جدا. يعني انا ما برجع بتكلم على حصة الموسيقى في المدرسة، على الافلام اللي كانت بتتعرض، على المسرحيات اللي بتعمل في المدرسة، ده بتطلع لك جيل مؤهل ان هو يستوعب يعني ايه فن. الفن هو مرادف للحرية. انا ما بقولش هنا حرية مطلقة، لان كل مجتمع عارف حدوده، وانت ما فيش حد فينا منفصل عن منظومة الأخلاق اللي هو اتربى فيها وعاش فيها، أو عارف إيه اللي مسموح بيه مش مسموح بيه. ولكن الفنان أصبح عليه أن يتحايل طول الوقت، بيتحايل. فكرة التحايل دي بتتعامل على فكرة على مدار تاريخ السينما، ولكن زي ما قال عمرو، في أفلام إحنا لو قعدنا كده نفكر يا نهار أبيض دي مش ممكن تتعمل. ليه نبقى واصلين للمرحلة ده في 2023؟ في أفلام كتيرة جدا على مدار تاريخنا، أما نقف كده ونقعد نتفرج، مش بس يعني ده من بدايات السينما، من بدايات السينما لو احنا ركزنا في ده. فاحنا محتاجين لا، سيب الناس تكتب، وسيب الناس يبقى عندها قدر من البراح للانتقاد، لان هو يعني دون التشكيك يعني، لان ده مهم قوي، انت هنا ما تشككش فيه. كمان فكره الرقابه المجتمعيه بقى اللي هي بقت عامله زي البعبع، الرقابه المجتمعيه زي البعبع. يعني انا احيانا بقى افاجئ جدا ان انت ممكن تتقبل اي حاجه من فيلم اجنبي، بس ما تيجي تشوف فيلم مصري فتطلع له كرابيك. طب هو ايه المعيار؟ هو ده فن وده فن؟ هو عشان الست دي مصريه ما ينفعش تبقى كده، فهي لو اجنبيه يبقى ينفع تبقى كده مثلا؟ انا بضرب امثله. لا، هو المعيار الفن هو معيار وحيد، هو معيار الحريه وفي حريه الابداع. تمام. استاذ مجدي، ماذا يمكن ان نتخذ من خطوات بشكل تدريجي لنحاول حلحله هذه المشكله؟ هو طبعا السؤال صعب جدا يعني، لكن الاصل هيبقى على المفهوم. يعني في مفهوم الفن نفسه اللي أشار إليه عمرو وعلا، مفهوم الفن نفسه. احنا عندنا لغاية دلوقتي، عشان كده الناس بتزعل والنقابات بتزعل، إحساس إن الفن ده هو نقل مباشر تسجيلي للحالة. يعني أنا مرة رحت عند شيخ الأزهر، أنا بحبه وبحترمه جدا، وكان القعدة حوالين تمثيل الأنبياء ظهورهم في، فأنا حتى سألته قلت له يا مولانا يعني ليه؟ يعني ما هو سندك الفقه؟ يعني انا ازعم شويه ان انا اعرف شويه. فقال لي استاذ عباس شومان هيقول لك. فطبعا استاذ عباس شومان قال اصل ده ممكن يبقى محمود يمثل دور وبعدين يمثل دور وحش بعد كده. قلت له ما هو بيمثل يا استاذ، يعني ده ما بقاش هو النبي، ما بقاش هو سيدنا نوح، يعني بدل ما تقول قال نوح انا بجيب ممثل يقول قال نوح. فالفكرة دي السائدة عند كل الناس، انه لما يطلع دكتور فاسد يبقى كل الدكاترة فاسدين. صحيح. اذا ان يعلم الجميع ان هذا هو نوع من التمثيل، ليس تعبيرا عن واقع حقيقي، وتمثيل يخص الحالات الفردية. هو صحيح له منطق عام ساعات يلقي بظله على حاجات، لكن ما هواش قصدك انت. يعني ليه الدكتور العادي بيعتبر نفسه مهان لما انا اجيب دكتور فاسد؟ انا لغايه دلوقتي مش فاهمها ومش موجوده غير في مصر. ده واحد. ايه تاني؟ حاجه تانية انا شخصيا بقولها، وتبدو برضو انا هرجع لكلمه علا الاولانيه خالص، اللي هي الصناعه. اللي هي هتيجي بعد ده، ان تحترم الدوله الثقافه وتحترم الدوله الصناعه. وانا في جميع البرامج كنت بقول انه انا مش ممكن اعمل ديفينيشن يعني تعريف للكلام ده. كيف تريد احترام الدوله؟ انا هقول لك مثلا اهتمام بوزاره الثقافه، ده موضوع لوحده، وتغيير آلية عمل وزارة الثقافة. يعني كان في حاجة اسمها المجلس الأعلى للثقافة، وكان بينتخب
من المهن المختلفة، ما كانش كله موظفين، وكان المجلس الأعلى للثقافة شغلته فكرة عملها منصور حسن أظن، فكرته وضع سياسات للوزارة وأن تتحول وزارة الثقافة إلى وزارة دولة وظيفتها تنفيذ آراء المثقفين عبر مجلسهم. دلوقتي المجلس معين بيتعينه الوزيرة أو الوزير، ملوش أي دور. فطبعا تغيير هيكل وزارة الثقافة ومفهومها ودورها ده موضوع لوحده على الشغلان. لكن أنا كنت بتكلم على حاجة بسيطة جدا، دور العرض السينمائي. انت دلوقتي في دايرة اسمها انتاج توزيع دور عرض، عشان تخترق الدايرة دي، عشان بتكلم على الصناعة اللي بتكلم على عولا، لابد ان تخترقها من النقطة الوحيدة اللي الدولة تقدر تعمل فيها حاجة، اللي هي دور العرض. لما يبقى مصر كان من 60 سنة فيها 500 دار عرض، دلوقتي فيها 500 برضو، دي كارثة. انت بتعمل مدن جديدة، مع كل احترامي للمدن الجديدة طبعا وتقديري واهميتها، بص كم معمول حساب كم اجزخانة وكم دار عرض. يعني دار العرض دي لا تقل أهمية في رأيي عن المسجد أو عن الكنيسة أو عن المدرسة أو عن المعمل، يعني مهمة جدا. إنما التعامل مع دار العرض على أنها فني ده موضوع، يعني أنا شفت قريت إن الصين قررت في سنة تعمل 3000 دار عرض. بلاش يعني الصين، السعودية بتعمل كم دار عرض دلوقتي؟ إحنا عندنا مشكلة في إنه إن انعكاس مفهوم الدولة للسينما هينعكس على تغيير الآلية بتاعت كل حاجة بما فيها دور العرض. دور العرض دي ممكن تعمل ثورة على فكرة لوحدها. لو انت قلت ان كل محافظ، في محافظات كاملة استاذ خالد ما فيهاش دور عرض واحدة، لو قلت لكل محافظ انا عايز خلال سنة، في محافظات في مصر ما فيهاش سينما واحدة، ثلاث ارباعهم، ثلاث ارباعهم ما في، يعني لو خيرها اسكندرية وخلاص، انما بعد كده كان لسه قاعدين مع ناس في المحل، ما فيش في طنطا، ما فيش منصورة فيها واحدة. يعني عايز اقول ان انت لو قلت لكل محافظ انا عايز منك 50 دار عرض بس، يعني لو في 3000 دار عرض اتعملوا في مدى سنتين، انت بتخلق الحاله بتاعه السينما. تمام. طبعا مره اخرى انا مش هقعد في برنامج سنه 23 اناقش اهميه الفن، ده تبقى جريمه تانية، او اقنع حكومه من الحكومات باهميه السينما او باهميه العمل الدرامي، ده احنا كده يبقى رجعنا 20 سنه لورا. فيعني مش عايزين نستغرق وقت كثير، احسن يحسب علينا في تاريخنا ان احنا في يوم من الايام نناقش اهمية الفن، او ان انا بوجه للحكومة يا ترى انت منتبهة لاهمية الفن ولا لا، ده يبقى حديث عبثي بلا اي جدوى. استاذ خالد، ماذا يمكن ان نقدم للرقيب ايضا كي يكون عنصرا ايجابيا في دعم الابداع؟ ثلاث اشياء قالوهم الزملاء الاعزاء. اولهم حصانة متخذ القرار من أخطر حاجة بتواجهه، وهو أثر الرقابة المجتمعية اللي بقت مؤثرة بشكل غير عادي. اتنين، حسبة يعني. حسبة. رفع، يعني إن الإعلام يلعب دوره في رفع ثقافة التلقي. يعني للأسف إن إحنا بنقول ده زي ما حضرتك قلت، للأسف في سنة 23 للوعي بدور الفن، لأن إحنا وده أعتقد الجزء التالي هنتكلم فيه، انه بعد ما احنا كنا البايونير في صناعة السينما وفي المؤسسات وفي الفن بشكل عام حتى على المستوى التفتح الفكري، بقينا احنا المؤسسات بتتقلص بتتقلص بتتقلص. وما تيجي تتكلم على فكرة بقينا، انا يعني انا من الاسف والحزن ان انا اقول ان انا باجي دلوقتي عشان اقول والله احنا عايزين كيان سينمائي ضخم لمصر، وطبعا مشروع هنوصل للنقطه دي، بس هي النقطه الحقيقيه ان هؤلاء المبدعين بيقفون على باب سيادتك، وسيادتك عندك شكاوى، احنا عايزين بقى نحط كل ده على ترابيزه واحده ونحاول نناقش. هم قالوا كل، يعني اللي هم قالوا اذا حصل فده هيودي الموضوع في حته تانية خالص. بالاضافه ان الاعلام لازم يلعب دوره في رفع ثقافه التلقي، لان زي ما الدكتور مجدي قال. هل انت راضي عن فكره تعيين الموظفين المحترمين اللي بنجلهم ونحترمهم في الرقابه؟ هل اليه التعيين هي الاليه، انت استاذ جامعه في النهايه، هل اليه التعيين هي الاليه الامثل ام الاختيار من طبعاً المبدعين كان يكونوا حكما؟ لا، الاليه التعيين لا طبعا، لانه في الاخر ممكن التعيين في لحظه بيصيب وفي لحظه ما بيصيبش. لازم الرقيب ده قبل ما يدخل يتعرض ل، يعني حضرتك اديت لهم اي دورات قبل ما يلتحقوا بالعمل؟ لا يا فندم، انا يعني انا او عمر القوم حصل فيها دورات، يعني عمر ما حصل دورات للرقباء في تاريخ الرقابه كلها خالص. هم لما ابتدوا سلم العمل الوظيفي كان في الرقابه ولا كانوا في ادارات اخرى وجم؟ لا يا فندم، يعني موظفين جت لقيتهم زي ما يعني بس شباب والله، يعني بس في مشكله بس فوق راسنا والله، عشان ندافع عنه. انا بتكلم مش على الاشخاص بعينه، بتكلم على من يتقلد هذا المنصب. هل خد دوره تدريبيه او ورش عمل مع مبدعين؟ للاسف عمل ايه في انتخاب
في المعلمين. انا صحيح كنت شديد الفخر بان في 3000 معلم بيخضعوا لدورات تدريبيه يعني والاختيارات واختيارات حتى كشف هيئه. دول بقى قضاه وما بيخبش. انا هقول على حاجه وهقول على مسؤوليتي الشخصيه عشان ما تبقاش حضرتك كلمه تتحمل المسؤوليه. انه في وأما قدمت المشروع بتاع هيئه الملكيه الفكريه والتصنيف العمري كانت قايمه اساسا في بعض الادارات فيها على دورات تدريبيه للاولاد على مركز لل يعني للدوله يعني هو كلام للادب ولا حاجه. لا قدمت في الوزاره والوزاره صعدت. كان مين الوزير؟ كان دكتور ايناس. تم الاستجابه ولا لا؟ لا التنظيم والاداره قدمته تاني للوزيره الحاليه؟ قدمناه. تم الاستجابه ولا لا؟ طب تمام. لا مش من الوزاره. لا ثانيه واحده. التنظيم والاداره الحكومه يعني الدوله. كلامي محدد انه في هيكل قطاع السينما وفي هيكل وهقول لحضرتك يعني، لكن في موضوع الرقابه قدمت مرتين. وكان في مركز يعني حضرتك هتعجبك الفكره دي وارجو ان نتبناها، يعني انه في مركز هيبقى جوه الرقابه ده علشان البحوث والدراسات. ليه؟ احنا لسه عايزين نهيئ بس الاول 15 واحد دول ليه؟ ونشوف طريقه اختيار ونوصل للمركز. خليك معايا على الهاتف المخرجه هاله خليل، وكان ليها دور في فكره الرقابة. أستاذة هالة مساء الخير. مساء الخير. الإبداع والرقابة يعني كيف ترين كواحدة من المبدعات العلاقة فيما بينهم في سنة 23؟ والله أنا يعني متابعة الحوار وعايزة بس أبتدي من نقطة معينة، إنه ماذا حدث. يعني أنا قديمة شوية، فأنا عاشرت الرقابة في ما سبق أيام أستاذ علي أبو شادي والدكتور مذكور ثابت وما قبله، ومعترض الرقابة دلوقتي. فأنا بس عايزة أبتدي بأنه إيه اللي حصل؟ إيه الاختلاف؟ إيه المشكلة؟ اللي حصل أنه كان في مثلث طول الوقت حاضر في الرقابة. المثلث ده كان بالنسبة لي هو اللي محقق المعادلة اللي إلى حد ما كانت متوازنة وما كانش عاجبنا برضو وكنا مفترهين يعني. بس أنا دلوقتي بقول الحقيقة يعني أن إحنا المعادلة دي كانت أنه موظفين الرقابة اللي احنا النهارده بنقول ان هم تعليمهم او ثقافتهم او كده، انا شايفه ان هم بالعكس وجودهم بيعكس ثقافه مجتمع، اللي هي احنا بنشتكي ان المجتمع النهارده اصبح متراجع واصبح عنده توجه سلفي، وان احنا يعني اتلعب في دماغنا الفتره اللي فاتت فبقينا متراجعين ثقافيا وبقينا راجعين الى حد كبير. فانا بعتقد ان احنا يعني احنا جزء من المجتمع ده كلنا كده على بعض بما فينا موظفين الرقابه. فهم النهارده بيمثلوا المجتمع او الرقابه المجتمعيه اللي بيحكي عليها الدكتور خالد. جميل جدا. في بقى جانب ثاني وده برضو انا معاه مش ضده، اللي هو جانب الامني اللي يهمه انه الافلام السينمائيه او الدراما لا تمثل اي خطر او تهديد على الامن القومي، وده كمان حقه وده شغله وده لمصلحتنا كلنا. يبقى طرف ثالث في المثلث اللي هي كانت لجنه التظلمات اللي كانت بتلعب الدور الوسيط اللي بتحقق المعادله ما بين الرقابة المجتمعية وبين المصالح الأمنية. دي كانت في منتهى الأهمية. دي كانت الوحيدة. دي كانت عندك فكرة راحت فين اللجنة دي؟ ما بقتش موجودة. أنا عندي تجربة مع الرقابة إن اللجنة دي خلاص ما بقتش موجودة. أنا عندي فيلم متقدم للرقابة بقاله 5 سنين، والفيلم ده خمس سنين؟ بقاله 5 سنين، والفيلم ده أخذ موافقة من 5 سنين، وبعدين حضرنا ودخلنا على الأشيد عشان نصور. فأنا بجدد الرقابة وخلاص داخله اصور بعد شهر بجدد الموافقه، بس الموافقه بتتجدد اوتوماتيكلي كل سنه، ده قانون الرقابه. فالسنه عدت فداخله اجدد فقالوا لي لا مفيش تجديد والسيناريو مرفوض. ليه يا جماعه؟ طب اتكلموا معايا، طب قعدوني مع الناس، طب كده. في الاخر دكتور خالد عبد الجليل كتر خيره شكل لي لجنه، مش لجنه التظلمات، لجنه داخليه اللي هم الرقباء نفسهم، ودي يعني كانت يعني هو عملها يعني تكرما منه ومحاوله عشان يساعدني. قعدت مع اللجنه دي كتبت لي 18 ملحوظة. احترمتهم جدا وقلت لهم مفيش أي مشكلة وعملت ال 18 ملحوظة. رجعت بالسيناريو، اللجنة دي قالت لي أوكي، فين يا جماعة الموافقة؟ لا مفيش موافقة. طب ليه مفيش موافقة؟ طب هات لنا موافقة من الدكتور سعد. يعني هم وافقوا لك على ال 18 نقطة، قال لك اكتستيهم خلاص. وافقوا لي شفويا إن أنا عملتهم كلهم، طب ادوني التصريح برضه تركن السيناريو. طب والملاحظات دي كان رأيك فيها إيه؟ يعني ادينا كده ملحوظة منهم ال 18؟ السيناريو فيه علاقة ما بين، هو السيناريو علاقة ما بين مسلمة ومسيحي
والسيناريو قائم على فكره انه لان الاثنين احترموا كل واحد فيهم احترم عقيدته وكل واحد احترم عقيده الاخر فبقى عندهم كونفليكت لانه بيحبوا بعض والحكايه الدراما عندنا بتنتصر للمحبه اللي هي بتقول ان المحبه تجب وتشمل كل الاديان. ماشي. فقالوا لي لا مش هنقدر روحي هات لنا موافقه الدكتور سعد الدين الهلالي. فروحت للدكتور سعد الدين الهلالي مشكورا قرا السيناريو كاملا مرتين. وقال لي مفيش اجمل من كده ومفيش اكثر احتراما للاديان من كده وانا سعيد انك بتعملي ده. وكان عندي حتى مشهد كده في السيناريو في فتوى من شيخ يعني فتوى شرعيه قال لي اسمحي لي اكتب الفتوى دي انا بنفسي اللي هم كانوا اعترضوا عليها في يعني هم طلبوا مني في السيناريو ان انا اعمل وبعد ما عملتي ال 18 نقطه ليه وقفوكي؟ يعني ايوه انا حضرتك سالتني بس سؤال انه اديني مثال فبقول لك هو ده المثال مثلا منهم انه اعمل لنا فتوى جوه السيناريو من شيخ تخلي ما عندناش مشكله مع الازهر. حاضر عينيا عملت الفتوى والدكتور سعد قال انا هكتب الفتوى بايدي وكتب على السيناريو من بره مراجعه فقهيا ودينيا من الدكتور سعد الدين الهلالي. رحت بيه برضه ما تردش عليا. طب ليه يا جماعه ما تردش عليا؟ رحت للنقيب استاذ مسعد هوده والدكتور عمر عبد العزيز رئيس اتحاد التخصص. واين العمل الان يا استاذه هاله؟ اين هو الان؟ العمل موجود عند الرقابه ومش بيترد عليا فيه. انا عايزه اقول بقى لحضرتك هي دي النقطه دي اللي عايزه اقولها انه مش مشكلتنا مع الرقابه ودي طول عمرها موجوده ودي حلها لجنه التظلمات اللي هي تقدر تستوعب الكوميونتي. تمام. اذا انا بشكرك يا استاذه هاله. اذا هي تتحدث عن ضروره وجود لجنه التظلمات. ممكن اسالك بصفتك مسؤول حكومي فين لجنه التظلمات؟ لجنه التظلمات موجوده ولكن كثير من كان زمان الاول المبدع اما بياخد اصل لجنه التظلمات بتشتغل في حالتين في حالة رفض السيناريو خلاص أو سحب ترخيصه. طبعا حكاية سحب الترخيص ما بقتش تحصل خالص إلا قليل. وأما بيجي يترفض السيناريو المبدعين بيفضلوا بنسبة كبيرة وده من خبرتي يعني إن يفضل يعني إيه في جدل مع الرقابة قبل ما يطلع لجنة لأنه لكنها موجودة. أيوه لأنه هو لو طلع فوق عندك تشكيلة؟ ولا التشكيلة موجودة قانوني يعني الأسماء اللي موجودة معينة في موجودة لا مش معينة ده بيتم اختيارها موصوفة لكن المشكلة بيتم اختيارها من مين؟ بص يا دكتور بقى من إيه؟ من الأمين العام مكسر وزارة الثقافة. لكن القصة في إيه بقى؟ المنتجين مع الوقت ومع الخبرة بدأ يقول لك إيه؟ طب أنا لو طلعت لجنة التظلمات ورفضت اتقفل الموضوع للابد فخليني مع رقابة اوح معاهم. اي نفضل نجاتل. بعد الفاصل هنكمل تاني هنشوف وارجو من كل ضيوفي اكتبوا لي نقاط محدده انا عايز اوصل يعني المرض اصبح واضحا الان احنا محتاجين منكم لان انتوا اصحاب الخبره العلاج في 1-2-3. اتكلمنا عن السينما اتكلمنا عن الفصل بين السينما والدراما اتكلمنا عن قدر من الانفتاح من الدوله في فهم طبيعة المعالجات الدرامية اتكلمنا عن دور العرض بيقولوا لي في محافظات في مصر ما فيهاش سينما احنا هنتحاكم كده بنتكلم عن حصانة للرقيب ان هو لو تناول فيلم من الافلام ووافق عليه دكتور محامي مهندس نقابة الاطباء مش من حقها انها تقول لا هذا التناول لا يرضي ده تناول درامي ده في خيال المبدع يعني امر ما اعتقدش ان في محكمة حكمت بامر في هذا الشكل. كل دي افكار وبرضه هيبقى لنا حلقات تانية مع مبدعين آخرين عشان نشوف أفكار تانية. أتمنى تكون وزيرة الثقافة بتسمعنا. لازم يبقى في حل. الناس دي لو بتشتكي مش هتلاقوهم في مصر. الناس دي أصبحوا عملة نادرة دلوقتي. الناس دي كل الأبواب هتتفتح لها بظروف أحسن كثيرا. فأرجو أن احنا نفكر مع بعض في الحل وزمايلي كمان يقولوا لنا بعد الفاصل. بعد الفاصل أستكمل نقاشي خليكم معنا. بنعود لحضراتكم مرة أخرى أشكر كل الناس اللي بتتواصل معنا من المبدعين والفنانين اللي يعني الحقيقة مرة أخرى بيؤكدوا لي على أهمية طرح المشكلة. عمرو قلت لي حاجة بخصوص مهرجان كان الأوسكار. امبارح حصل القائمة القصيرة ظهرت القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لأحسن فيلم أجنبي فمنهم فيلم مغربي منهم فيلم تونسي الجزائر قبل كده ترشح لها لبنان قبل كده ترشح لها ايران ترشح لها كذا مره وكسبت كذا مره مصر لا مصر 120 سنه سينما عمر ما دخل فيلم القائمه القصيره حتى مش هقول لك ترشح ولا فيلم دخل القائمه القصيره فيلم مصر. انا نفسي اعمل مناشده في برنامجك كمبدع انا تاني احنا هنلف وندور وممكن نعمل لجنه التظلمات وممكن نعمل رقابه منفتحه وممكن نعمل كل الكلام ده وبرضه الافلام بطرق او باخرى ما توصلش للمتفرج خلاص. فانا بناشد
الدولة والقائمين على صناعة القرار في الدولة ورؤوس الدولة والسيد رئيس الجمهورية، احنا كان في 10 سنين متفهمين فيهم ان الظرف كان صعب وكان في تحديات كبيرة وكان في مخاطر أمنية كبيرة. احنا اعتقد ان احنا دلوقتي بقينا دولة انا اقدر اوصفها انها دولة قوية ودولة متماسكة. فالدولة القوية والمتماسكة هي الدولة القادرة على فتح الباب وفتح المجال العام وفتح حرية التعبير وفتح حرية الإبداع، لأن ده أكبر إثبات أن الدولة دي متماسكة وقوية. فأنا بناشد القرار السياسي أنه يقف في حق الإبداع. ثانيا، ده مناشدة تانية، أنا أكتر دراسة عملتها في حياتي توغلت فيها هي دراسة لسينما في بلد تانية، خلاص، لأن كانت تجربتها شبه تجربتنا قوي، كانت طالعة من برضو معاناة ما ومشاكل سياسية ما. الدولة دي عملت إيه؟ الدولة دي قالت إحنا هنركز جدا على الصناعة، هنبقى أكبر دولة صناعية في العالم. قعدوا 10 سنين يشتغلوا على الصناعة. فجاء واحد مرشح نفسه رئيس جمهورية قال يا جماعة أنتوا بقالكوا 10 سنين بتصرفوا على الصناعة، واللي حصل إن في فيلم واحد بس نزل جاب دخل للمنتج أكتر من الدخل القومي بتاعنا كله. فإحنا أنا برشح نفسي رئيس جمهورية وبقول إن إحنا بعد 20 سنة هنحكم العالم بالسينما. جميل؟ في 20 سنة البلد دي اللي هي ما حدش بيتكلم، اللي هي كوريا الجنوبية، ما حدش بيتكلم اللغة بتاعتهم إلا شعبهم بس، مش زينا في مليار واحد عارف اللغة بتاعتنا. الدولة دي في 20 سنة ليها فيلم خد أوسكار، مش أحسن فيلم أجنبي، أحسن فيلم، مزيكتها أكتر مزيكة بتتسمع في العالم، الكي بوب، مسلسلاتها زي سكويد جيمز وغيرها بقت أكتر مسلسلات بتشاف في العالم، فأفلامها بتتباع جوه أمريكا وهي متحدثة بالكوري. فالنهارده في بلد، انا اتمنى ان رسالتين يوصلوا، وهقعد حضرتك برضو زي ما قلنا بحلقات متصله. انا الحقيقه جالي طلبات كثيره جدا للمداخلات، لكن مش هقدر. الفنانه الهام شاهين تطلب المداخله ومرحبش بيها. استاذه الهام، مساء الخير. اهلا بيك استاذ خالد، مساء النور عليك وعلى كل ضيوفك، وانا بشكرك الحقيقه على طرح الموضوع ده، لانه موضوع يهمنا جدا جدا جدا، وانا يهمني بجد. وانا عايزه اقول لك انا وقفت نشاط الشركه، كنت بدات انتج واشتريت افلام فعلا، ولما بدا يبقى ليا افلام تترفض بعد ما اشتريتها وحضرت ان انا هدخل انتجها، فوقفت نشاط الشركه. لانه انا مش هعمل افلام يعني تجاري السوق، حتى سواء الداخلي او الخارجي. يعني المطلوب دلوقتي ان تتعمل، قالوا لي يعني عشان الافلام تشتغل وتشتغل بره، افلام كوميدي او افلام اكشن. انا لا هعمل اكشن، لا يناسبني، ولا انا كوميديانة الا في حدود، يعني اذا كان في كوميديا موقف. فانا في موضوعات مهمة جدا عايزة اطرحها عن البلد، واي شيء غلط احنا لما بنعمل سبوت عليه عشان عايزين نصلحه، مش لمجرد ان احنا عايزين ننتقد او يفهموا ان احنا عايزين نجرح في بلدنا، لازم يبقى في ثقة فينا. احنا بنخاف على بلدنا جدا جدا، واحنا وطنيين، احنا كفنانين اكتر من اي حد، واحنا عندنا خبرات كبيرة. لما انا بقى عديت 100 فيلم وعديت 50 مسلسل و20 مسرحية، انا ست عندي خبرة كبيرة ودرست فن. فانا مش هعمل حاجة لا ضد الفن، لا تسيء للفن ولا تسيء لبلدي يعني. واكيد احنا جوانا رقابة ذاتية على كل ما نفعله تجاه الفن، ما ينفعش يتقال لنا لا، وما فيش جهات اخرى هتفهم في الفن اكتر مننا، وما ينفعش نتحجم، ما ينفعش نقدم فن ضحل وتقولوا لنا هو الفن بيتدهور ليه. حضرتك قلت جمله في بدايه الحلقه، قلت احنا لو هنفهم الدوله قيمه الفن وتاثيره دلوقتي في سنه 23، ده احنا كده بنرجع لورا 20 سنه. أنا أتمنى ترجع لورا 20 سنة و30 سنة و40 سنة و50 سنة. إحنا كنا في الستينات أعظم ناس بتقدم فن في الوطن العربي كله، وكنا بننافس هوليود، يعني إحنا يسمونا هوليود الشرق، وموضوعات ما نقدرش نقدمها دلوقتي، ما نجرؤش. موضوعات بتتكلم في السياسة وبتتكلم في مواضيع ممكن تخص الدين وعلاقات إنسانية شائكة جدا، وبتنتقد إذا كان فقر، إذا كان غلط، إذا كان هو فيلم زي فيلم الحرام إحنا نعرف نقدمه دلوقتي؟ في أفلام كتير ما نعرفش نناقشها دلوقتي، ما نعرفش نناقش دعاء الكروان، ما نعرفش نناقش في موضوعات مهمة جدا. إحنا دلوقتي بقينا الكتاب يقولون لا، ما انا انت لو عايزه الفكره دي عشان اكتبها لك ما هتترفض.
أستاذة إلهام، أنا بوجه لحضرتك الدعوة الأسبوع القادم لاستكمال النقاش، عندك مانع تكوني معانا لاستكمال هذا؟ واضح الموضوع كبير جدا ولازم نلقي عليه الضوء، عندك مانع تكوني ضيفة معانا؟ لا ما عنديش مانع أبدا، ولا نفسي الحقيقة نجتمع اجتماع كبير، مش أنا بس، يعني كل الفنانين اللي قلبهم على هذه الصناعة وعلى شكل مصر وصورة مصر وفن مصر اللي كان ليه دايما الريادة، من كتاب كبار ومن مخرجين كبار ومن فنانين ومن يعني من كل اللي يحب يشارك، ان احنا نقعد ونناقش ونقول يا جماعة ليه التدهور اللي احنا وصلنا له، وليه الموضوعات المهمة بتترفض، وليه هل في حد عايزنا نقدم فن ضعيف؟ يعني ما احنا عايزين نفهم فيه ايه، ولو في جهات من الدولة تحب تحضر معانا هذا الاجتماع اهلا وسهلا بيهم ونناقشهم برضو، لان احنا هنخاف على البلد زيهم بالظبط. صحيح، يعني احنا مش اقل من اي جهة وطنية، او خوف على بلدنا او صورة بلدنا قدام العالم كله. انا بشكرك شكرا جزيلا، شكرا، وعلى وعد ان احنا الحلقة الجاية ان شاء الله هتكوني معانا وندعو عدد اخر من المبدعين لاستكمال النقاش. احد زملائنا اللي هي زميل اسمه فادي بيقول لي ليه ما نعملش سينمات محددة نقول فيها ان السينمات دي دون رقابة، ما انتوا افلام المهرجانات بتنزلوها دون رقابة، ايه المانع ان يبقى في عدد من السينمات؟ لا افلام المهرجانات زي لا افلام المهرجانات بتترقب كمان على فكرة، عندنا اللي جاية من بره بتترقب ويمنتش فيها يعني؟ تروح تترفض خالص يا تتعرض، حتى فيلم المهرجانات هو الفكرة وجيهة ان يبقى في سينمات بعدد كراسي محدود جدا، زي زاوية 50 كرسي مثلا، ده اسمها تعرف فيها كل التجارب الخاصة، ده مهم وبيحصل في العالم كله. انا بقى عايز اوجه رسالة للدكتور خالد وهو قاعد، يعني انا مثلا لو زي ما هاله بتتكلم وغير هاله في مرحله، والاعلام لان انا احيانا بحتاج المعلومه، بعض السيناريوهات تبقى واقفه محلك سر، لا ولا لا، بعض الافلام لا ولا لا، فده لا مريح للمبدع ولا مريح للصحفي اللي بيشتغل، ما انا بتكلم من ناحيتين. فببساطه شديده يبقى في موقف واضح، هذا الفيلم رفض 1 2 3، فانا كمبدع اعرف ليه الفيلم اترفض او ليه مش هيتعرض. صحيح، يعني انت اشتغل اعلام الرقابه مثلا، أنا لا بتقول لك حتى طلع لها قرار، انا ماليش علاقه بده اصلا، يعني ده دي الاليه دي تتعمل زي ما حضرتك تشوفها، بس انا كمان حقي اوصل للمعلومه، وانا كمبدع من حقي اعرف فيلم ليه مرفوض. صح، انا ليه فيلم 4 سنين ما اعرفش مثلا هو ده؟ طب هو ليه فيلم واقف؟ لا انا سوري، ده انا لازم ليه فيلم هاله خليل واقف؟ الكلام اللي بتقوله يعني برضو ده يا جماعه نقطه مهمه، احنا معاك ليه ارفع قضيه على خالد؟ طب مش هو اللي رفض؟ يعني لما لا تتحمل هذه الاجابه وتستخبى في عب خالد عبد الجليل؟ يعني لما لا تتصدى هي تقول انا رافضه؟ الازهر، الكنيسه، الاجهزه تقول انا رافضه، فانا هرفع قضيه عليهم مباشره. يعني ليه عاملين كده؟ ليه بنستخبى مثلا؟ يا اما تديله حصانه وتديله القدرة على اتخاذ القرار وتحميه، يا إما ما تشايلوش. يعني مثلا الأزهر، أنا هقول حاجة يا علا بعد إذنك وهكملي بعد إذنك أو هكمل في حكاية الأزهر مثلا. ساعات يجي فيلم أنا القانون عندي مش كخالد عبد الجليل كرجل قاعد كرسي الرقابة أو الرقيب بتاعي، ألاقي التقرير بيتعمل من 3 رقباء، الـ3 رقباء كاتبين إيه؟ موضوع فيه جزء ديني، هما ما بيفهموش فيه حاجة، فيحال إلى الأزهر زي ما القانون بتاعي بيقول لي. المبدع نفسه بيرفض، ليه بقى بيرفض؟ فالمسألة الطول عندنا، ليه بقى؟ لأنه يقول لك لا، ما هو لو راح الأزهر هو اللي بيقول بلسانه هيترفض. طب ما انت عايز ما يروح لصحه هيترفض، عايز الرقيب ده يتحمس ليه؟ اه خالد، لان واحد يقول له واحد صباح الخير يعتبره ده دين. تمام، انا معلش هكمل يعني صباح الخير بيقول لك لازم تقول السلام. هنسمع ده، انا بشوف ان ده مهم جدا، ما اعرفش ايه الاليه اللي تعمل بيها، بس لازم، لان في افلام تبقى اتصورت، يعني ناس تعبت ووقفت ومجهود، ناس مستنيه في الما يبقى موجود. وعلى فكره في افلام اتعرضت في مهرجانات بره باسم مصر وما اتعرضتش في مصر، في حالات كذا حاله مش حاله واحده، فده لازم يبقى برضو واضح جدا. حاجة تانية، دكتور خالد من الناس، هو مستشار وزارة الثقافة لعدد من الملفات، مستشار السينما، فهو عنده ملفات متعددة، فلازم هو نفسه يقول لنا مثلا ملف دعم الأفلام حصل فيه إيه، اللي هو بقى له كام سنة، ملف الأرشيف حصل فيه إيه، وصلنا فيه فين، إيه العقبات، مش هو لوحده، ما هو لازم يقول عشان يبقى فيه ضغط إعلامي مجتمعي. صحيح، الناس كلها تبقى معاه. في ملف تصوير الأفلام الأجنبية، ملف الشركة يا جماعة، مزح ملف الشركة، لا أنا بطلب درجة، بالعكس ده انت 1 2 3، كل هذه الملفات عند هذا الرجل، ماذا فعل هذا الرجل طوال الفترة؟ لا أنا عايز أرفع السقف شوية، معلش، هذا الرجل عنده حياء الآن لأنه كل هذه الملفات عند الوزير. لا 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 لا، معلش، لا ما ازاي بقى، هقول لحضرتك، لا لا لا، ثانية واحدة، أنا بالنسبة لي
ليه عشان احاسب لو انا بكلم البرلمان دلوقتي وبيسمعني مش هيطلب رئيس الرقابه هيطلب الوزير المسؤول عن الملف بعد اذا خليه ده بالعكس انا مبسوط انك سالتي السؤال ده هذه الملفات موقفها الحالي كان بالتالي بالاسم وعلى مسؤوليتي الشخصيه بالنسبه لملف الشركه كانت الشركه الاصول اتنقلت كانت شركه اتعمل اول مجلس اداره في 2018 اول ما جت الدكتوره نيفين انشات الشركه التابعه لاداره الاصول الثقافيه والسينمائيه اللي هي شركه اسمها كيان اللي هي الشركه اللي هتدير اصول السينما المصريه ده واحد فالشركه انشات في شهر 5 اللي فات لكن كان لازم في حاجات اجرائيه نقل الاصول من مجلس اعلى الثقافه لينا طب ده واحد واتنقلت الاصول لينا وهنبتدي نشتغل الارشيف والسينماتيك وملف السينما ده احنا تم عن طريق الدكتوره نيفين اول ما جت رفعت ملف انشاء كيان سينمائي في تسهيلات التصوير في دعم السينما في كل الحكايه دي اترفع لاعلى مستويات في الدوله وخد ضوء اخضر للعرض على رئاسه الوزراء وراح رئاسه الوزراء ورئيس الوزراء شكل لجنه على اعلى مستوى من كل الوزارات شغالين بقالنا سنه الثلاثه انا موضوع حضرتك كده في التبرير تام انا بقى ليا في الدوله الكلام ده كله بقى اتطبق ولا ما اتطبقش اقول لحضرتك بقى انا بقول لك تشكيل لجنه وراح لكذا ودخل ده انا بسمعه من وانا عيله بشتغل صحاب كلامك صح انت ليكي فين العمل يا علا من 2009 بنتكلم في السينما يا استاذه علا يا استاذه علا بقول لك افلام تحللت اين نحن استاذه علا استاذه علا ممكن بس احنا بادئين الحوار غادي هقول لحضرتك موضوع الارشيف والسينما يهمني جدا استاذ خالد ما تضغطش لي الخطوره ثلاث مراحل لي اول مرحله لي لا الكلام ده يعني انا اسف عشان فاضل لي دقيقه طيب. ووقتي هيخلص عايز اقول لك السؤال واضح وصحيح هو فين بقول لحضرتك ان موضوع الارشيف جوه الكيان السينمائي الكبير ده بينتهي اجراءات الهيكل انت عارف المجلس الوحيد ان حضرتك تقول لي الشهر الجاي يكون موجود يا فندم بعد ست شهور يكون موجود يا فندم احنا يوم 19/12 في مجلس الوزراء بحضور كل الجهات المعنية بقول لك معلومة يا استاذ علا بحضور كل الجهات المعنية اتعمل رأي كل الجهات من المالية للتخطيط لكل أجهزة الدولة ماذا بعد؟ في هذا الموضوع علشان يطلع قرار يطلع فوق لسيد رئيس الوزراء لاعتماد فكرة قطاع للسينما السيد يعني رئيس مجلس الوزراء واضح انه الموضوع فيه شق متعلق بسيادتك متعلق بالحكومة نفسها لما نشتكي والمبدعين يشتكوا والفنانين المصريين يشتكوا احنا في أزمة احنا في أزمة ابتديناها ومش هنسيبها يا جماعة ردود الأفعال اللي جات لنا بعد طرح هذا الموضوع أثبتت أننا في خطر كبير جدا لما علا تقول لك في أفلام مصرية ثروة راحت مش هترجع تاني دي جريمة لازم يحاسب عليها مرتكبها لما نقعد نقول أنه عشان نكون لجنة أو نحافظ على الأرشيف السينمائي المصري محتاجين سنة عمل لا لازم نحاسب أنفسنا المدة دي كلها من يدفع ثمنها من عمر الشعوب احنا بدينا الملف ومش هننهيه احنا نعد حضراتكم بحلقات مستديمه في هذا الامر ارجو ان انتم لا تبخلوا علينا باي راي يعني انا بشكرك يا علا على اللي بعتيه النهارده وعمرو بشكرك على انك رجعت من الجونه والدكتور خالد استاذ مجدي كانت حاجة ضدك. كانت يعني يعني بعتك الملف بتاع السينماتيك تمام لان انا بعته برضو يعني لاجهزه الدوله عشان يتنفذ لكن انا زعلان من اللي قاله خالد دلوقتي جدا لانه ما ينفعش السينماتيك والارشيف يبقى جزء من كيان اسمه لا لا خالص يعني انا رايي ان ده رئيس سينماتيك يا استاذ خالد كان بيقعد جنب رئيس الجمهوريه في فرنسا يعني ده بيتعين وله حصانه وله انت بتكلم على 10,000 او اكتر فيلم مصري ما انتش عارف زي ما قالت ده هنقول للدوله عليه والدوله اكيد بتسمعنا دلوقتي انا بشكركم شكرا جزيلا وعلى وعد بتكرار هذا اللقاء بشكر حضراتكم شكرا جزيلا الفن المصري هو سلاح أكبر من سياسات حكومات ويؤثر أكثر مما تؤثر سياسات الحكومات في كثير من الملفات في الشارع المصري في وجدان المصريين ولما نعيد الكلام ده تاني يبقى عيب وأتمنى أن الحكومة تكون بتسمعنا ويبقى لها رد في اللي احنا قلناه بشكركم شكرا جزيلا شوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله خليكم معنا